أهلا بمشاهدين الكرام في كل أنحاء الدنيا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، نفتتح الحلقة الرابعة من محاوراتنا حول مودة أهل البيت في الإسلام، مع التركيز أولا على مودة أهل البيت عند أهل السنة. ضيف هذه الحلقات أيها المشاهدون الكرام هو الداعية والأديب والشاعر السعودي الشيخ الدكتور عايض القرني. أرحب به هنا في استوديوهات المستقلة في لندن. بعث لي أحد المشاهدين الكرام بالفاكس وصايا نافعات من قول ضيف المستقلة الشيخ والشاعر عايض بن عبد الله القرني: سقاك أخا الجوى من دمع عيني، ورواك الحيا من مقلتين. سألتك مرة في اليوم وصلا، وها أنا ذا أسأل مرتين. فخذ مني وصايا نافعات بها التوفيق في دنيا وديني. إذا ما الليل أظلم فاغتنمه، وحسبك أن تصلي ركعتين. وصم يوما شديد الحر تروى به في يوم تؤخذ باليدين. وصاحب مصحفا فردا جليلا، ورتل آية في كل حين. وأكثر ذكر من خلق البرايا، وسبح يا أخي في الغدوتين. وأشبع من طعامك بطن خال شديد الجوع يسأل كسرتين. وصل رحما تولت عنك، وابدأ ببرك مكرما للوالدين. وعش دوما سليم الصدر شهما، بشوش الوجه طلق الوجنتين. ووقتك لا يفوتك فاغتنمه، لعلك أن تموت بلحظتين. ولا تغتب عروض الناس دعها، ستأوي حفرة من حفرتين. وزر هذه المقابر إن فيها حديثا سار من ذاك الأنين، عشان أخليها على القافية. فخذ زادا لذاك القبر واغنم، وقدر أن ستحيا ليلتين. إن شاء الله تعيش أعوام سعيدة مديدة في طاعة الله وذكره. أنت ومحدثك في هذا البرنامج هو المشاهدين الكرام، هذه هدية من مشاهد من مشاهدينا بالصورة. ربما أنت فوجئت أنه أعد القصيدة في القصيدة جميلة وفيها نصائح لطيفة، ولعلها تفيدك إن شاء الله وتفيدنا. ونحن نبدأ بما بدأنا به في الأيام الماضية ببعض الآيات ذات الصلة بموضوع النقاش بمودة أهل البيت، بما دعا له سيد أهل البيت محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم، خاصة فيما نزل عليه من وحي يتلى إلى يوم القيامة. اليوم نبدأ بهذه الآيات الكريمة من سورة قاف. فيها أيها المشاهدون الأعزاء الكرام، بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد.
صدق الله ورسوله. تفضل شيخ عايض. جزاك الله خير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه المرضي عنهم المزكين وعلى من سار على منهجهم إلى يوم الدين. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وشكر الله لكم يا دكتور محمد على هذا الاستهلال القوي المؤثر بكتاب الله عز وجل. وها أنا أشرع معك في تعليق على بعض هذه الآيات المحكمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول سبحانه وتعالى: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. سورة قاف كان يقرأها صلى الله عليه وسلم في الجمعة وخطب بها صلى الله عليه وسلم كثيرا من الجمعة، حتى تقول المحارثة في صحيح مسلم: ما حفظت سورة قاف إلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب بها كل جمعة. فأحسنت في هذا الاختيار بعدما سبحانه وتعالى تكلم عن خلق الإنسان وخلق السماوات والأرض وإهلاك الأمم الماضية ومحاسبة الإنسان ومسألة القبر وما يمر بذلك والمواقف، أتى إلى المصير المحتوم للسعداء وهي جنات النعيم. قال: وأزلفت، وأزلفت قربت الجنة التي بناها الله بيده سبحانه وتعالى. ثم قال لها: تكلمي. قالت: قد أفلح المؤمنون. قال: وعزتي وجلالي لا يجاورني فيك بخيل. وهذا أتى به الحافظ ابن كثير وغيره من أهل العلم. يقول سبحانه وتعالى بعدما انتهى الموقف وحسبوا: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. الجنة إنما سمت جنة لأنها مستورة، تستتر بعض أشجارها ببعض والتف بعض الشجر على بعض من كثرة ما فيها من الخيرات. فالله أكرم أهل الإيمان بأن قرب لهم الجنة، حتى لأن من الإكرام أن تقرب الضيافة للضيف، حتى فقربه إليهم. إبراهيم لما أتاه الضيوف قرب لهم المأدبة عليه السلام، خلاف ما نفعله الآن، فإنا نقرب الضيف نحن بالطعام، وأما أهل الكرم فإنهم يقربون الطعام للضيف. فالواحد الأحد ضيوفهم أولياؤه الأبرار من أهل البيت الأخيار ومن الصحابة الأطهار ومن سار على منهجهم على سنة المختار عليه الصلاة والسلام، جعلنا الله وإياكم منهم. هؤلاء يقرب الله لهم الضيافة يوم القيامة جزاء ما قدموا وما جاهدوا وما نصحوا وما عملوا به من الكتاب والسنة. قال: وأزلفت الجنة للمتقين، وكأنه قد حصل الأمر، وكأنه قد انتهى ووقع لتحقق وقوعه بإذن الله. قال سبحانه وتعالى: للمتقين. ونأخذ تعريف أمير المؤمنين أبي الحسن الذي نحبه ونشهد الله على حبه علي وكلماته، حتى بن كثير من علماء أهل السنة يقول: باب في البداية والنهاية، باب في كلمات علي التي الحاصلة التي هي للقلوب إلى القلوب واصلة. يقول في تعريف التقوى: هو الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. ولا يوجد هذه الكلمات أصلا إلا علي بن أبي طالب. لا يستطيع أن ينسج هذه العبارات إلا هو، لأن يصل الناس إليه في صنع العبارات ثم يقفون عند بابه رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك اشتهر عنه الكلمات القوية حتى من سرعة البديهة سمت جوابات المسكتة. ولما تكلم بعضهم مثل ابن الجوزي كتب في الجوابات المسكتة والحازم وغيرهم، بدأوا بعلي بن أبي طالب. قال له رجل باستطراد قليل: كم بين الأرض والعرش؟ قال: دعوة مستجابة. يا سلام. نعم فقط. يا سلام. قال له رجل: كم بين الشرق والغرب؟ قال: مسيرة الشمس يوم واحد. قال له رجل: أنت خير الناس. قال: أنا فوق ما في قلبك ما في نفسك ودون ما تقول. قال: لماذا اجتمع الناس على أبي بكر وعمر واختلفوا عليك أنت؟ قال: لأن رعية أبي بكر وعمر أنا وأمثالي، ورعيتي أنت وأمثالك. هذه الكلمات لا يجدها إلا علي. ولذلك عرف التقوى بتعريف ابن مسعود يقول: هو التقوى هي أن يذكر الله فلا ينسى، وأن يطاع فلا يعصى، وأن يشكر فلا يكفر. هؤلاء المتقون لماذا؟ لأنهم اتقوا الله عز وجل بالعمل بالمأمور وترك المحذور والصبر على المقدور. التقوى ليست أمرا هين، ليست شهادة تعلق في برواز في البيت وتصبح يتناقلها الناس. التقوى هي عمل ميداني، التقوى هي صحوة ضمير، طهارة قلب، طهارة لسان. التقوى ملابسة في الحياة اليومية بالدقيقة. تأتي تريد أن تغتاب مسلم فتذكر لك الواحد الأحد، وأزلفت الجنة فتقف. يريد الإنسان أن يأخذ مال لأن النفس يعني داعي للمال والثراء فيتوقف عن الحرام، وأزلفت الجنة.
يريد أن يعتدي وأن ينتقم ممن ظلمه أساله فيتذكر وأزلفت الجنة فيقف. كان عمر يبكي ويقول والله الذي لا إله إلا هو لو كان غير يوم القيامة لكان غير ما ترون. لماذا غير ما ترون؟ يعني لو كان لم يكن هناك حساب وجنة ونار كان يعني بطشنا لأنهم أقوياء وعندهم سلطة. لكن يتوقف عمر عند هذه إذا تذكر وأزلفت الجنة فيقف وهو يملك الأمر والنهي والعسكر والجنود والحكم فيقف عند وأزلفت الجنة. إن وأزلفت الجنة وثيقة ربانية وهدية إلهية لمن كان له قلب أو ألقى السمع وشهيد. يا أمة الإسلام نريد عملا بالنصوص الشرعية لا مجرد مباهاة ولا مجرد شهادات تعلق ثم يعطل منها الميدان. وأزلفت الجنة لمن صلي الفجر جماعة، لمن يطهر ضميره، لمن يعيش التكافل الاجتماعي، لمن يطعم أطفال المسلمين والعراة من المسلمين يكسوهم ويقف مع المساكين. هذه ثمن وأزلفت الجنة. ولذلك يقول الحسن البصري لأحد طلابه لا ترضى بثمن غير الجنة. يقول لا يحاول يعني يدخلون لك أثمان وترضى بشيء بعربون شيء ترى ما تصلح إلا لا ترضى لنفسك بثمن غير الجنة. ولما باع الأنصار الحديث الصحيح ذكره ابن القيم في زاد المعاد باع الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله إذا نصرناك وآويناك وواسيناك وقمنا معك ورمينا العرب بوتر واحد ما لنا؟ قال لكم الجنة. ليس عند محمد صلى الله عليه وسلم شيكات يوزعها في الحال ويبقى عليها، ليس عنده قصور، ليس عنده أقاليم يعينها عليهم. الرسول صلى الله عليه وسلم ليس قائد سياسي أتى لدولة مؤقتة في الأرض، أتى لإصلاح بمشروع إلهي حضاري بشري إنساني. قال لكم الجنة. قال ابن رواحة عبد الله الشاعر ربح البيع والله لا نقيل ولا نستقيل. قال فقام مجلس العقد فيعلق ابن القيم قال والبيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإذا تفرقا فقد وجب البيع. ومشى ابن رواحة وسلم نفسه وترى في موت على هذا العقد. ولذلك يقول أهل العلم وأهل الأدب في أهل الإسلام أتى العقد أتى به جبريل صك من عند الله الذي أملاه الواحد الأحد والذي أتى به جبريل. الطرف الأول محمد صلى الله عليه وسلم والطرف الثاني في العقد المؤمنون والسلعة الجنة والثمن أرواح المؤمنين. ونص المبايعة إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدنا به حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا بيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. محمد إقبال أنا أحب الأدب الشاعر العالمي شاعر المسلمين يقول في البيعة ومن الذي باع الحياة رخيصة؟ في أول قصيدة يقول تاج مكة يقول نحن الذين استيقظت بأذانهم دنيا الخليقة من تهاول الكرى. يقول قبل ما يؤذن بلال في الدنيا ترى كانت القوس تسجد الأصنام والأوثان، ترى كان في ضحوكة في العالم، ترى كان في خرافة في الدنيا، حتى أتى محمد صلى الله عليه وسلم وطهر العقول والقلوب من الرجس والوثنية والشرك. قال ومن الذي باع الحياة رخيصة ورأى رضاك عز شيئا فاشترى. يقول نحن لأن أخذنا العقد منك يا رب قبلنا ما قبل أمة أخرى غير أمة الإسلام. لذلك كنتم خير أمة أخرجت الإسلام كنتم خير أمة أخرجت للناس. هنا قال للمتقين غير بعيد يعني أنها قريبة وليست بعيدة فهي في متناولهم وتفتح لهم الأبواب ويأتونها وقد فتحت من قبل. وأما أهل الضلال فإنهم يوقفون عند أبواب جهنم نعوذ بالله منها فتفتح لهم زيادة في الإذلال. قال سبحان هذا ما توعدون أما قرأتم هذه الوعود قبل أما سمعتموها في الدنيا. هذا هو الوعد هذا هو إنجاز الوعد لأن الله يقول عن نفسه يقول سبحانه وتعالى إن الله لا يخلف الميعاد جل في علاه. فهو سبحانه وتعالى وعدنا وأوعدنا وعدنا بجنات النعيم لمن أطاع وأوعدنا النار لمن عصى. قال هذا ما توعدون أمام عيونكم أما وعدناكم على لسان أصدق الخلق صلى الله عليه وسلم ولكن لمن لكل أواب حفظ. أما الأواب فهو الرجاع إلى الله دائما وأبدا من ذنوبه وخطاياه دائما يتأوه. ولذلك وصف الله إبراهيم بأنه أواب وهو الذي يعود يؤوب إلى ربه كلما أخطأ وكلما زل. يا أخوة من علامات المسلم الصادق أنه حي الضمير أن عنده خشية إيمانية كلما أخطأ. حتى يقول حسن معلق على هذا البصري والله لا تجد المؤمن إلا لائما لنفسه. ماذا أردت بهذه الأكلة؟ ماذا أردت بهذه الكلمة؟ أنا أعرف من الأخيار ممن صاحبتم من أهل العلم الدعاء من إذا تكلم بغيبة بكى يستغفر ويستغفر لمن اغتابه وبكى عنده توجس. هذا هو الأواب وبكى عنده حذر. ويوجد في الأمة من يهوي على رأسه في المنكرات والفواحش والكبائر لا يتحرك له قلب
ولا تنبض له يعني ولا ينبض فيه عرق حتى يكون أبو الطيب. من يهون يسهل الهوان عليه، ما لجرح بميت إيلام. الإنسان إذا مات قلبه انتهى، يعني كبر عليه 4 تكبيرات. أما الأواب نعم، لأنه ليس معصوم عندنا محمد صلى الله عليه وسلم، نحن معرضون للخطأ. يقول سبحانه وتعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، حتى إن الله وعد الذين فعلوا الفاحشة الكبرى وتابوا بجنات النعيم، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، انظر ما كيف كبر سبحانه وتعالى، ذكروا الله فاستغفروا بذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله. هل هناك منظمة عالمية أو هيئة دولية تغفر الذنوب؟ لا يغفر الذنوب إلا الله، يقول ما يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا هم يعلمون. قال هنا: لكل أواب حفيظ. أما الحفيظ فهو تأتي الحافظ وحفاظ وحفيظ على وزن فعيل، وراعى فواصل الآية لأنها مريب وعتيد وعبيد ومزيد وغير بعيد، فقال حفيظ. ولذلك مراعاة الفواصل في القرآن أمر العجب. وين نذهب من هذا الكنز العظيم الذي كلما ذهبنا إلى فن من فنون البلاغة فإذا هو يحير العقلاء ويدهش الناس. بالمناسبة في سورة الذاريات لما أتى إلى بعجل الذي أتى بإبراهيم قال سمين، لأن الفاصلة النونية، فلما أتى في هود قال حنيف، والحنيف سمين لأنه سمين حنيف. قال هنا: لكل أواب حفيظ. قالوا: هو الذي يحفظ حدود الله، وقد أوصى بها صلى الله عليه وسلم هذه الوصية ابن عباس كما سوف يمر معنا، قال: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. وهذا رواه الترمذي وأحمد بسند صحيح. من هو الحفيظ؟ قال: من خشى الرحمن بالغيب. هنا ذكر الرحمن لأنه كثير الرحمة الذي وسعت رحمته كل شيء سبحانه وتعالى، فذكر عباده بعد ما ذكر الذنوب والخطايا بأنه رحمن. قام أبو معاذ الرازي في منبر بغداد، وهذا ترى من وعاظ العالم على مر التاريخ، فراك صعيد المنبر وقال: وغير تقي يأمر الناس بالتقى، طبيب يداوي الناس وهو عليل. ثم بكى قال: ما هناك إلا فضله والعمل الصالح. قالوا: فإن لم يكن عمل صالح في المسجد. قال: مصائب مكفرة، يعني ابتلينا الله مصائب مكفرة فتكفر عنا. قالوا: فإن لم يكن، قال: شفاعة سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. قالوا: فإن لم يكن، قال: رحمة أرحم الراحمين. فضج الناس بالبكاء. قيل له: إذا عرض عنا بوجه الكريم سبحانه ماذا نفعل؟ قال: قولوا لا إله إلا الله. فهنا قال: من خشى الرحمن بالغيب، أي أنه خال ليس عليه رقابة دنيوية. لا يوجد في ترى في قوانين البشرية دساتير الأرض كلمة إلا في القرآن: وذروا ظاهر الإثم وباطنه. أما كل قوانين الدنيا فقل ظاهر الإثم، لأن الباطن هذا ما يطلع عليه الواحد الأحد، لكن عندنا في الإسلام وباطنه، لأن الواحد الأحد مطلع. يقول ثعلب النحوي اللغوي: وفدت على أحمد بن حنبل فسلمت عليه، قال: من أنت؟ قال: أنا ثعلب. قال: ماذا عملك؟ قلت: أحفظ الأشعار. قال: أسمعني. قال: الإمام أحمد طبعا في مجلس حديث يكتبون. قال: فأسمعته قول أبي نواس: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسب أن الله يغفل طرفة ولا أن ما يخفى عليه غيب. قال: فوضع أحمد القلم ووضع الأوراق وأغلق غرفة، والله اللي سمعت نحيبه يبكي من خلف الباب ويردد: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. ومن أجمل الأدب الأندلسي قصيدة القحطاني، حتى يقول من ضمنها: وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان، فاستحي من نظر الإله وقل لها: إن الذي خلق الظلام يراني. ذكر اللواء الركن محمود شيد خطاب العراقي المشهور أنه يقول أحد القادة الضباط يقول كان عنده مراقبة الضمير، يقول خلب فتاة مرة فقال لها: ما عندنا أحد. قال ما هناك إلا الكواكب في السماء. قالت: أين من كوكبها؟ قال: فكان سبب هذه هداية هذا الضابط. قال: وأصبح من أعضاء الدعاة الذين يدعون للواحد الأحد. بالمناسبة قصتان قصيرتان: عمر بن الخطاب ذهب معتمرا من المدينة إلى مكة، وفي الطريق يريد يجس نبض الرعية حتى الرعاة، هل وصل إليهم التربية الروحية؟ هل وصل إليهم ميراث محمد صلى الله عليه وسلم؟ فوقف عند راعي غنم، قال: يا راعي أعطني شاة من غنمك. قال الغنم لسيدي: وسيدي لا يعلم بذلك. قال: قل أكلها الذئب. قال: يا أمير المؤمنين، الله أكبر، أين الله يا عمر؟ فجلس يبكي وخذ يردد: أين الله يا عمر؟ وما ذلك أسلم وغيره مولاه. والقصة الثانية كان يدور هو رضي الله عنه في الليل، يعني يسمع أخبار الناس، فإذا بامرأة وأنتم قد ذكرتموها في سيرة عمر، وإذا تمزج قالت لي ابنتي: همزجي اللبن بالماء.
فإن عمر لا يدري، يعني في السوق يمكن تمشي المسألة. قالت إذا ما درى عمر فأين رب عمر؟ فطرق عمر الباب وعرف البيت وزوج ابنه عاصم بهذه الفتاة، فكان من ذرية عمر بن عبد العزيز الذي ملأ الأرض عدلا وإيمان رضي الله عنه وأرضاه. هنا نحن بحاجة إلى أن يعني نتقي ربنا ونخشاه بالغيب، ولو فعلنا ذلك لصلح حال الأمة راعيا ورعية، وصلح حتى حال الكتاب. من يراقب الدوائر الحكومية؟ من يراقب المؤسسات؟ من يراقب الهيئات الاقتصادية إلا من خشي الرحمن بالغيب؟ والله لو تجمع أهل الدنيا وتجنب حرس وكشاشيف على الإنسان أن يتفلت الإنسان، لكن إذا كان عنده رقابة سوف تجد هذه الرقابة تثمر في العمل. قال سبحانه وجاء بقلب منيب، القلب محل نظر الرب، ولذلك صلى الله عليه وسلم وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. نحن بحاجة إلى قلوب، الله سبحانه وتعالى يعيد لنا قلوب، الله يحيي قلوبنا نسأله سبحانه وتعالى. يقول هناك قلب سليم وهناك قلب منيب. قال السليم من كل شرك وشبهة وشهوة ومراد غير مراد الله وإثم وفاحشة، أتى سليم من كل شيء، أتى طاهر. وهنا منيب قال رجع إلى الله سبحانه وتعالى، وهو الذي عرف طريق التوبة فتاب إلى ربه. ولا يمكن يتوب الإنسان حتى يأتي بقلب منيب، حتى نحن بحاجة لتربية القلوب قبل تربية الأبدان، حتى يقول في الأثر ما سبقهم أبو بكر بصيام ولا صدقة ولا صلاة لكن بإيمان وقر في قلبه. فيا أيها المسلمون، رب هذه المضغ هذه القلوب ربوه على طاعة الله والإيمان به وتوحيده وعلى خشيته لتنالوا وأزلفة الجنة. هذا الجزاء. القرآن لا يراعي الفواصل الطويل التفصيلية هذه والشروح التي نفعلها ككتاب، لأننا نحن بشر، لأن خلقنا من الطين، يعني الطين الذي يصنع به الفخار الذي نسوي فيه الشاهي والخبز، نحن صنعنا من هذا. لكن واحد الأحد الذي تحدى الإنس والجن بهذا الكلام هو الذي أنزل هذا، ولذلك تجاوز هذه المراحل وتجاوز ماذا يقال الإنسان. الآن أتى عند دار الخلق، قال ادخلوها، وهذا التكريم من الله سبحانه وتعالى لأولياء، يقول ادخلوها هذه الدار التي بناها الله سبحانه وتعالى والتي ما رضي سبحانه وتعالى أن يتولى غيره إكراما لأوليائه حتى قام سبحانه وتعالى بإعدادها لأوليائه، قال ادخلوها بسلام. فالله سلام وداره سلام وعباده يدخلون بالسلام. قال واختار السلام هنا يعني السلام من الخوف والقلق والآفات والعاهات، فأما العاهات فلا يصيبهم في أجسامهم أي عاهة حتى أنهم يغمسون في نهر الحياة عند باب الجنة، فيذهب من كان به برص أو أثار برص أو مرض أو سل أو كذا، فيأتون ابن 33 سنة جردا مكحلين مردا حسنة، وجوههم من السرور مسفرة لا ذلة ترهقهم أو قترة. هؤلاء أولياء سبحانه وتعالى ادخلوها بسلام، جعلنا الله وإياكم من الدكتور محمد وجميع عباده الصالحين. قال ادخلوها بسلام، فهم يحيون بالسلام، حتى الملائكة يقول والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. ما تسمع إلا سلام، فليس هناك زعيق ولا شتيمة ولا سب ولا غيبة ولا اختلاف ولا جدل، كلها سلام في سلام. ثم قال سبحانه ذلك يوم الخلود، لا يتم مقام في الدنيا إلا أن يكون هناك خلود، لا يصلح شيء من النعيم إلا إذا عرفت أنه مستمر دائم. أما نعيمنا نحن والله إنما كناه البارح من الطعام اللذيذ إنه كانه أحلام. ما الفرق بين إنسان يأكل على مائدة طعاما لذيذا وبين إنسان رأى في المنام أنه أكل الطعام اللذيذ؟ هذه الدنيا يعني أشبه شيء كان مسرحية. أنا قرأت ستيفن كوفي صاحب العادات السبع يقول أنا زرت مقبرة كاليفورنيا، فهذا وهو تعرف نصراني، فرأيت قبر رئيس الجمهورية بقبر الفقير الحقير. قال فإذا الحياة مسرحية عابثة، يقول إذا ما كان هذه النتيجة أن يكون رئيس الجمهورية بجانب القبر، وذلك يقول من زبعرة وسواء قبر مثر ومكل، لكن النتيجة في الآخرة. أما القبر فسواء، لكن النتيجة في الآخرة. ولذلك ادخلوها بسلام من ذلك يوم الخلود، هذا هو الأمن، الخلود عنده سبحانه وتعالى والاستقرار. أما هنا فلا خلود. قام هارون الرشيد فبنى قصره في بغداد المشيد الكبير، وقام بالمهرجان، ذكر ذلك ابن كثير والحافظ مؤرخ الإسلام الذهبي، واستدعى الشعراء جميعا. وهارون الرشيد ترى هو بهجة الملوك، قصة في الملك وقصة في السؤدد، حتى أتى الله سبحانه وتعالى من الحظ. فالعلماء الذين عهدوا صفوة العلماء، مالك وابن المبارك والفضيل، والشعراء قمة،
والسادة والوزراء والأعيان، فلما صنع عمل القصر قال ادخل الشعراء علي، فأدخل كل مثل، وتعرف على مسألة التزلف والثناء المديح وأهم شيء الجائزة، فجاب العتيه فوقف أمامه قال عش ما بدا لك سالما في ظل شهيقة القصور. قال هي استأنس يعني طبعا، قال تجري عليك بما أردت مع الغدو مع البكور، يقول عش موفقا في هذا القصر. قال هي يعني أحسنت. قال فإذا النفوس تغرغرت، هنا أصلت إلى هنا في سكرتهم، بزفير حشرجة الصدور، فهناك تعلم موقنا ما كنت إلا في قرور. قال فهتك الأستار وبقي يبكي مكسور الخاطر ذاك اليوم وعودوا إلى التاريخ. يقول علي الطنطاوي ساعة الصفر هي ساعة الموت، فيها يذعن الجبار ويستسلم الكافر، وفيها يضعف القوي، وفيها يذل العزيز، وفيها تخلي الإنسان عن كل استعدادات وعن كل مباهات، ما يقول ما نحن أنا ابن فلان ولا دكتورة ولا منصب ولا وزير ولا من، هذه ساعة الصفر ادخلوها بسلام من ذلك يوم الخلود، ثم زيادة في النعيم لهم ما يشاءون. تصور هذا الأمر أن الله سبحانه وتعالى يعطيهم ما تشتهي الأنفس، يقول لهم ما يشاءون، ومن الذي يكرمهم؟ الجواد سبحانه الذي لا ينتهي فضله ولا كرمه ولا خيره ولا بره. كنت مع الدكتور سلمان عودة في طريق نزور أحد العلماء، قلت يا أخي لو قيل يوم قال اليهود عن الله سبحانه وتعالى الله مغلولة، فانظر الرد كيف التشفي، كان غلت أيديهم والعنب ما قالوا بل يدهم مبسوط تنفكوا كيف يشاء، فتجد الكرم والعطاء الذي لا حد له سبحانه وتعالى. وهذه قصة أخرى في بلاغة القرآن، قال لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، يعني وزيادة. ما هو المزيد؟ قال العلماء الزيادة هو النظر إلى وجه الكريم جل في علاه لا إله إلا هو. فنسأل الله أن يرينا وإياك وجهه الكريم. أمين. والصحيح أن الله سبحانه يري أولياءه وجهه الكريم في جنات النعيم، وانظر استدلال الشافعي، من عندنا مثل الشافعي محمد بن إدريس يقول لما أرى أولياءه، لما قال سبحانه وتعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، قال لما حجب أعداءه دل على أنه يري وجهه أولياءه، وهذا بضدها تتميز الأشياء كما قال أبو الطيب، وهذا يسمى المفهوم أو مفهوم المخالفة عند الحنفي الأصول. هذه الآيات التي أحسنتم كل الإحسان في استهلال هذه الحلقة بها، أسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يكون يدخلها بسلام، ونحن ننتظر موعد الباري سبحانه وتعالى، ونشهد الله وملائكة حماية عرشه أننا نشهد أن لا إله إلا هو وأن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، نلقاه بهذا المفتاح، وأن نشهد أننا مقصرين ومذنبين ومخطئين، لكن الكرم كرمه، إن الملوك إذا شابت عبيدهم فرقهم عتقوهم عتق أبراري، وأنت يا خالقه أولى بذا كرما قد شبت في الرق فاعتقنا من النار. آمين آمين، بارك الله فيك وزادك فضلا إن شاء الله وعلما، وجعلني وإياك ممن يوجه إليهم هذا الخطاب الكريم يوم القيامة، ممن تزلف الجنة لهم غير بعيد، ممن يدخلونها بسلام في ذلك اليوم يوم الخلود. آمين. وأسأل الله أيضا ذلك لمشاهدي الكرام جميعا، كل من يشاهد هذا البرنامج كما هي العادة. الآن نتوقف لدقائق، أخرنا جماعة لندن شوية بدقائق قليلة عن صلاة المغرب، نخليهم يصلوا المغرب مشاهدي الكرام بتوقيت لندن الصيفي، توقيت المدن البريطانية الأخرى، على جميع السادة المشاهدين مراعاة فوارق التوقيت، ونعود بإذن الله تعالى بعد الصلاة لنواصل الحديث عن مودة أهل البيت عند أهل السنة، فإلى اللقاء. أهلا بالمشاهدين الأعزاء الكرام في هذه الحلقات التي تأتيكم من قناة المستقلة على الهواء مباشرة، وهي عن مودة أهل البيت عند أهل السنة. في الأخ مهدي من العراق بعث رسالة يقول أنه يعني أحد المتابعين القناة المستقلة المباركة، خصوصا الحوارات التي تتناول الأديان والمذاهب، ووجدت فيها من الفائدة العظيمة التي تغني عن كثير من الكتب والمكتبات، فهي جامعة بذاتها، وجدت فيها الخير الكثير. يشير لحوارات الأديان، ونحن هنا الدكتور محمد بن يحيى النجيمي من طلاب العلم زي ما تقول سموه أنت في المملكة، أستاذ المعدة على القضاء، شارك معنا في حوارات مع حخام يهودي هنا، الحخام جوناثان ويتنبرغ، والأب فرانك جيلي كاهن مسيحي، وتقريبا بصفة شهرية هناك حوارات في المستقلة
بين اليهود والنصارى والمسلمين والمسيحيين والمسلمين حول الأمور اللي تجري في العالم واللي هي تهم الأديان الثلاثة وموقف أهل العلم في كل ديانة منها مما يجري في إطار منهج المستقلة لتشجيع ثقافة الحوار وفي إطار منهجها الذي يقوم على احترام كل الأديان والثقافات احترام طبعا كتاب ومشاهدي أو الأغلبية الساحقة من ضيوف المستقلة ومن مشاهديها هم من المسلمين ولكن يشاهدوها أيضا الأخوة المسيحيين العرب وهم عدد معتبر وكبير وهناك ناس في كل الدنيا نحن الخطاب موجه إلى الجميع دون تمييز وباحترام للجميع للمسيحيين ولليهود للديانة المسيحية والديانة اليهودية التي انت حكيت في الإيمان قبل أيام أظن قلت وإن ما قلت ممكن تعيد أنه هل يقبل إيمان مسلم لم يؤمن بسيدنا موسى عليه السلام وسيدنا عيسى عليه السلام؟ نعم بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أنا قلت وإن نحن المسلمين نؤمن بمحمد عليه الصلاة والسلام وبموسى وبعيسى فإذا لم نؤمن بأحد هؤلاء أو برسول لا يقبل إيماننا أبدا. فنقول بالمقابل يا أهل الكتاب آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم رسوله كما آمنا بموسى وعيسى ثم رسالته صلى الله عليه وسلم ناسخة لما قبله من الشرائع والرسالات عليه الصلاة والسلام فليعلم ذلك. هناك أحد هذا من أخ من العراق إذن هو غاضب من بعض المتصلين يقول يحاولون أن يعكروا صفو هذه البرامج بالطعن والتشويش وهو يستغرب جدا كأنهم يقول يغتاظون عندما يسمعون أن المسلمين كافة يحبون الرسول وآل بيته الأطهار وكان المفترض منهم أن يفرحوا ويسعدوا وليس أن يغضبوا من ذلك. لكن يا أخ مهدي من العراق من هؤلاء الغاضبين الأخ أحمد عجيل يبعث رسالة يعلن يقول أعلن اعتراضي وانزعاجي من أن يطل علينا عايض القرني من على المستقلة ويتحدث عن مودة أهل بيت نبي الرحمة لأنهم من الوهابيين فهو لا يحق له أن يتحدث عن الحب والمودة والرحمة عامة فكيف بحب ومودة من اصطفاهم الرحمن وجعل مودتهم أجر الرسالة بقوله تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. استدعني أقول كلام وطبعا يشير يقول وهذا واحد من قائم 26 من شيوخ الوهابين ويتهم الوهابين بأنهم أفتوا بقتل المسلمين بالعراق. شوف أولا أنا لم أوقع مع 26 لعلمه بهذا بغض النظر عن اجتهادهم أنا لم أكن في القائمة 26. الأمر الثاني أنا أناشد الأخ هذا قبل العدوان وتحميل الكلام من المحتمل أن يقرأ كتب ورسائل الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب غفر الله له ورحمه. يا أخي نحن ربينا من الصغر مع رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ومع دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب أو غيرها من الكتب وأئمة الدعوة على حب آل البيت وهذه عقيدة والله ما أتينا بها تزلف. وعلى ذلك قلت لكم يا أخي مرات كثيرة هذه عقيدة المسلمين منذ الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الآن وهي عقيدة أكثر من مليار من الأئمة والعلماء والقضاة والمصلحين والولاة. فاتق الله يا أخي تجرد الحق وأنت أناشدك أن تقرأ الكتب بلا تعصب. أنت اقرأ ماذا يقولون في كتبهم ويكتبون وسوف تجد أن أهل السنة يحترمون ويقدرون ويتولون أهل البيت لكنهم ليسوا كالنواصب ولا كالغلاة ليسوا كالنواصب الذي يسبون أهل البيت معاذ الله ولا من يغلو في أهل البيت ويدعي فيهم العصمة ويطوف بقبورهم وعند أضرحتهم. لا نحن على الدين الوسط الحق على الكتاب والسنة وناشد المسلمين أن يتبعوا الرسول عليه الصلاة والسلام وحده لأنه مبعوث إلى الناس كافة صلى الله عليه وسلم. في أحد الإخوان من في نفس الاتجاه طبعا أكثرية الرسائل تشكرك على أدائك في الحلقات ولا ما ذكرت وتثني على المستقلة لاستضافتها لحضرتك ولكن أيضا من باب طبيعة البرنامج في احترام كل الآراء والترحيب بكل آراء هي اللي تجعلني خاصة نركز الآن على بعض المنتقدين. في أحد الإخوان الثاني يقول أحب أن أستنكر للطريقة التي تقدم بها البرنامج حيث أنها غير عادلة لأن موضوع الحلقة ما كانت أهل البيت وأنت تأتي بشخص سعودي وهابي. هذا ظنين أن الأخ يعتبر أنك أنت لأنك سعودي وهابي ما إلك علاقة بأهل البيت ففي هذه انتقاد لك أنت. في انتقاد ثاني إلي أنا يقول لي بس أقول انتقاد لنا بعد شوية أنت كسعودي وهابي يعني في مشكلة بينك وبين أهل البيت؟ شوف يا أخي أولا لماذا الحساسية عند بعض الإخوة يقولون سعودي وهابي؟ أولا بلاد الله كلها واحدة لكن نحن في السعودية ترى مهبط الوحي عندنا ترى ما كان مهبط الوحي في رومانيا ولا هنغاريا
مهبط الوحي وقبلة المسلمين عندنا ومنطلق الخلفاء الراشدين وأهل البيت ترى كانوا عندنا. نحن رسالتنا عالمية للناس، لكن أنا أرجوك أن تتجرد، أرجو الأخ أن يتجرد. نحن في مع دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب، والله الذي لا إله إلا هو، ولقد ربينا على هذا الأفكار من الصغر، حب أهل البيت وتقديرهم كما قلت لكم. لكن المشكلة أن الأخ يسمعون، أنا جلست مع ناس في أوروبا يتكلمون عن الوهاب، قلت قرأت كتبهم، قال لا، ويزعم أنه كتب. قلت هذا ليس في كتبهم، هذا كتب الشيخ مثلا محمد المجدد رحمه الله وغيره، ليس هذا الكلام الذي تقول. اتق الله وتجرد للحق واقرأ هذا. ثم لماذا هم يحطوننا في السعودية أننا ضد أهل البيت؟ هل ينصر أهل البيت إلا نحن؟ هل قام بمشاركة المشاركة العظمى في انطلاقات الدعوة الخالدة الصحيحة دعوة أهل السنة إلا من بلادنا دون أن نقصر أو أقلل من أي قدر؟ ترى أنا ضد العنصرية والعصبية، ترى صلاح الدين أيوبي كردي، أنا أحترمه، أنا أقدره، لأن المسلمين لما انحرفوا في فترة من فترات التاريخ جعل الله سبحانه وتعالى الإسلام لمن أعزه وأكرمه. نور الدين ترى محمود زنكي ترى تركماني. يا أخوان نحن أعوذ بالله لا تصنفون الإسلام على حسب الدول وعلى حسب الأقاليم، الإسلام دين عالمي، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لكن متى هؤلاء الإخوة متى يتقون الله؟ أنا ذهبت إلى طهران لأقرأ أفكار الشيعة من هناك وأخذ كتبهم. أنا ما أقبل أن يقول لي سني، ومثلا لو قال لي سني أن الشيعة يقولون كذا حتى أنظر إلى كتبهم. أنا رسالة الماجستير في البدعة وأثرها في الدراسة والرواية، ورجعت إلى كتبهم من كتبهم حتى لا نظلم الناس ولا تبخس الناس أشياءهم. لماذا تظلم دعوة الإمام المجدد محمد عبد الوهاب أنها جافية مع أهل البيت؟ هل بالله عليك سمعت أنه يسب أهل البيت؟ وأنت يا دكتور محمد قد وصلت السعودية، زرت أكثر مدنها وجلست مع المسؤولين والولاة ومع القضاة والعلماء والدعاء، أما رأيت الاحترام؟ أما رأيت التقدير؟ والله الذي لا إله إلا هو، لو قام أحد في مجلس وتنقص من الحسن والحسين لنطردنه، وليجد من الإذلال ومن الامتهان ومن التعزير لدرجة أنه يوصل إلى القضاء. بل لا يستطيع أحد في السعودية أن يسب الحسن أو الحسين أو فاطمة أو نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يرفع في قضية إلى الشرع ويجلد ويحبس بسببها. فلذلك أما التوقير عندنا أمر دون خرط القتاد، الحب هذا ما ينازع فيه، لكن يأخذنا منه ماذا نفعل؟ طيب هذه البرامج وهذا التواصل إن شاء الله يساهم في الأمر. طبعا هو الأخ كل يلح عليه في هذا الموضوع ثم يقول لي انتبه إلى كلامه، ينصح فيه الآن ويعتمه هنا، انتبه إلى كلامه ويا ليتك تنتبه إلى الوهابي كما تحسب أنفاس الشيعي الذي يتصل ويتداخل، يا ليتك تطبق العدالة. مع الأسف هي غير موجودة بتاتا في حوارك، لأن في داخلك ميلا للوهابي مع الأسف أيها الأخ العزيز الهاشمي. ثم يواصل حديثه، اسمعني يا أخي العزيز، أرد عليك بنفس العبارة الكريمة اللي ذكرتها. أنا أعترف لك أنه صحيح لست بصدد الآن إحصاء الأنفاس على الشيخ عادل مثل ما فعلت في بعض الفترات السابقة مع بعض الإخوان من ضيوف الأعزاء الكرام اللي يتحدثون من منطلق المرجعية الشيعية. ليش؟ بس أشرح لك السبب حتى تفهم. مش لأنه إذا الشيخ عادل قرني ضيف الآن يقول لي مثلا أنه لا يدخل الجنة إلا من يعلن ويضيف لإيمانه بالله ورسوله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر، إيمانه مثلا بأي واحد من الصحابة، ويقول أنه لازم يكون عنده ولاية وعصمة، حقول له الشيخ عايد حمسكه هنا، مش حفوت السؤال ده نهائي 12 يوم، حمسكه في الدليل. أنا غرض الواحد فقط هو ده، لأن هذا أمر مهم. أنا هنا في تقديم البرنامج أحاول أعبر عن نبض الشارع لما يتكلم عندي ضيف بأمر كبير ضخم، أقول له أرجوك لا تتجاوز وقدم لي الدليل. إذا الدليل يقدمه شكله مش راكب على بعض، يعني ليس قويا، ليس أو ضعيف، أطلب منه المزيد. فعندما يقول لي واحد من الإخوان من الضيوف أن مليار من البشر وأكثر لا يدخلون الجنة إلا إذا آمنوا بسيدنا علي، وإنت شفت في الآيات اللي شرحها الشيخ عايض أمس وأول أمس في صفات المؤمنين في كتاب الله، ليس فيها أبدا ولا في كتاب الله كله من الدفة هذه إلى هذه آية واحدة تقول إنما المؤمنون الذين فانكذا وكذا ويؤمنون بالعصمة لأولاد الحسين رضي الله عنه وأرضاه. لو وجدنا آية واحدة كان انتهى الموضوع وانتهت المناقشة. طالما ما فيش ولا آية واحدة فإن علي أن أتشادد مع الأخ الحسين القزويني وأي أحد آخر يقول هذا الكلام.
هو ده السبب. ولا لو الشيخ عادل قال أن يقول كلام مماثل يقول من لا يقول أن سيدنا أبو بكر الصديق مثلا، هو يقول سيدنا أبو بكر الصديق الآن أفضل الخلق بعد محمد صلى الله عليه وسلم، لكن لو قال هذه قول خلافها يحرم يخلد صاحبه في النار حنقعد النهار كله والليل كله نقول له من وين جبت هذه، من وين دليلك؟ وسوف ترى أن ما هو يقول في كلام يمدح لي في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وريني كيف حوقف. يذكر لي في فضائل سيدنا علي، أقول لا بطل ما تذكرها فاطمة عليه، يذكر لي في فضائل السيدة فاطمة ويذكرني بوقفها مع سيدي وإمامي وسيد الخلق وإمام الخلق، أقول له وقف يا عبد القرن كيف قاعد تخاصم معها ليش بالضبط؟ الحسين بن علي إحنا أنا عارف وفضائل العباس والحسين، ما هي دي المشكلة يا حبيبي يا عزيزي يا أخي الكريم. حبيبي دي أخذتها من شيخ عدنان عرور، ولا في العادة ما عندناش إحنا في تونس ما نقول لحد يا حبيبي، نقول له يا أستاذ يا محترم. فأرجوك أخي العزيز أنك أنت تكون موضوعي ومنصف، النقاش يحتد عندما يكون في حديث مثير للتفكير. اتصل بي الأخ عبد الحميد النجدي، أخ أبو الزهراء النجدي، خلى لي رسالة مطولة في الجوال، قال لي أنه في موضوع الإيمان هذا، قال لي أنا سبق شرحت لك أن أهل السنة نعتبرهم مؤمنين بالله ورسوله واليوم الآخر، لكن ما همش مؤمنين بولاية الإمام علي وهذا ينقسم، لكن هذا قال لي لا يجعلهم مخلدين في النار. هذا رأي الشيخ أبو الزهراء، الدكتور أبو الزهراء النجدي، رأي طيب في عمومه، وإن شاء الله تتيسر فرصة أنا وجه لك دعوة ونتواصل معك لترتيب حلقة المناقشة. ولكن صدقني يا أخي العزيز الأخ، من غير ما ندخل في هذا الموضوع الأخ الدكتور النجدي، صدقني أن النصوص التي تقول بخلاف رأيك هذا في كتب موثقة، كتب يعني المذهب، أنه أي واحد عاد الإمام علي أو ما، لو أن عبدا، أنا أعطيك بالضبط، لو أن عبدا عبد الله 1000 سنة لا يقبل الله منه حتى يعرف ولايتنا أهل البيت، ولو أن عبدا عبد الله 1000 سنة وجاء بعمل 72 نبيا ما يقبل الله منه حتى يعرف ولايتنا أهل البيت، وإلا أكبه الله على منخريه في نار جهنم. وهذا الكلام منسوب إلى سيدنا جعفر الصادق عن أبيه عن جده عليهما السلام، يعني عن الإمام علي ابن أبي طالب. بالله يا أخي العزيز أبو الزهراء النجدي، فإذا هو هذا الكلام أنه لو والذي بعثني بالحق نبيا، أو الذي بعثني بالحق نبيا، نبيا، لو أن رجلا لقي الله بعمل 70 نبيا ثم لم يلقه بولاية أولي الأمر منا أهل البيت ما قبل الله منه صرفا ولا عدلا. وقال في حديث ينسبوه للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له ثم، يعني إذا كان واحد يا علي لو أن عبدا من عبدا عبد الله مثل ما قام نوح في قومه وكان له مثل أحد ذهبا فأنفقه في سبيل الله ومد في عمره حتى حج 1000 عام على قدميه ثم قتل بين الصفا والمروة مظلوما ثم لم يوالك يا علي، لم يشم رائحة الجنة ولم يدخلها. فأخي العزيز حفظك الله يا أخي أبو الزهراء، أرجوك ابعث لي مقالة الله يعزك ويكرمك، وقل لي في هذه المقالة كتابة أن هذه الآراء وهذه الأحاديث المنسوبة للإمام الصادق وللنبي صلى الله عليه وسلم سيدنا علي اللي هي تخرج من الجنة وتجعل الذي لا يؤمن بولاية الإمام علي، وأن هذه كلها غير معتمدة لديك، وأنا أؤكد لك أنك سوف تعد وسوف تكتب في عداد المجددين المجددين الثوريين ربما في تاريخ الفكر الإسلامي وخاصة تاريخ الفكر الإسلامي الجعفري، وسوف إن شاء الله يكتب لك الله أجر تقريب جوهري ونوعي بين المسلمين. اكتب لي بالله بجوابك على هذه النصوص، وإن شاء الله نواصل، لأنه قال والذي بعثني بالحق نبيا لو جاء أحدكم يوم القيامة بأعمال كأمثال الجبال ولم يجئ بولاية علي بن أبي طالب أكب الله عز وجل في النار، لا أقبل عمل عامل منهم قال إلا بالإقرار بولايته مع نبوة أحمد رسولي. هذا ينصب كحديث قدسي. فهذه المشكلة أخي العزيز، وهذا اللي تخلي بما من الشيخ عايد قرني لم يدعي لأحد من الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المقام، وما طلب مني ولا منكم أن نجعل في أي واحد من مدحهم عصمة وولاية تمنع الناس عن الجنة، فلذلك الحديث معه ما فيش يعني إشكالات جوهرية. ومع ذلك أنا كل ليلة بدي فرصة الإخوان
تناقشون مع الشيخ عائد. الليلة نبدأ الآن حديثنا، نكتفي بهذا القدر من الرسائل إن شاء الله، بعود مرة بعض الرسائل الأخرى. مررنا في الحلقة الأولى أظن أشرنا إلى حديث الثقلين، لأن بعض الإخوان يقولون أنه النبي عليه الصلاة والسلام أوصى باتباع القرآن الكريم وأهل بيته والعترة. نعم. فماذا تقول في هذا الأمر حفظك الله ورعاك؟ أولا حديث الثقلين رواه الإمام مسلم، وتعرف مسلم من محدثي أهل السنة الكبار الذين يعتمدون صحيح بعض صحيح البخاري مباشرة. فعند مسلم قال عن زيد بن الأرقم رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما خطيبا بماء يدعى خما، هذا حديث الغدير يعني، بين مكة والمدينة، فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر، ثم قال أما بعد ألا أيها الناس فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، يعني تقبض روحه صلى الله عليه وسلم ويموت، وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله سبحانه وتعالى فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. الحديث أنا أريد أن أقف وقفات مع هذا الحديث. تفضل أخي. أولا صحة الحديث، فهو صحيح عند أهل السنة ويصحونه، فهو عند مسلم في الصحيح وقبله العلماء. ثانيا معنى الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصانا بكتاب الله عز وجل أن نقرأه ونتدبره ونعمل به وندير به شؤون حياتنا، وأوصانا صلى الله عليه وسلم في أهل بيته أن نتولاهم ونحترمهم ونحبهم ونذب عنهم ونرى حقهم علينا، الحق الواجب الشرعي، وهذا الذي فعله أهل السنة بأهل البيت رضوان الله عليهم وأرضاهم. فإنني قد تلوت أمس حقوق أهل البيت عند أهل السنة من التوقير والتقدير والاحترام، وأن نتولاهم وأن نذب عنهم وأن نحفظ وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم، وأن يكون لهم كما تعرف خمس الفيء والغنائم التي نص عليها صلى الله عليه وسلم، ولكننا ولا يجوز لنا أن نسبهم أو نتنقصهم رضوان الله عليهم أو نقلل من شأنهم أيضا، ولا نغلو، لأن الله يقول يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، فلا نعتقد فيهم العصمة ولا نطوف بأرض ضريحتهم ولا ننسب شيء لهم حتى مع صفات الألوهية. فنحن عملنا بالحديث والحمد لله، فعلنا هذا الحديث في حياتنا كأهل السنة. في الحديث في صحيح مسلم، طبعا أمام المشاهدية الكرام هذا صحيح مسلم في طبعا من طبعاته، والشيخ قرأ النص بالضبط زي ما هو موجود في مصر، يعني تجاوز فقط العنعنة يعني عن لحد ما وصلنا، ثم في بقية من الحديث أقرأها عليك وعلى سادة المشاهدين وأطلب تعليقك عليها. أنا تارك فيكم ثقلين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، يقول الراوي فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. فقال له حسين، حسين يسأل في الراوي نعم الحديث، قال له حسين ومن أهل بيته يا زيد، أليس نساؤه من أهل بيته؟ نقطة استفهام سؤال. قال الراوي الحديث نساؤه من أهل بيته، ولكن يضيف بعبارة لكن، نساؤه من أهل بيته ولكن أهل بيته، كأنه يقصد المعنيين هنا، من حرم الصدقة بعده، سألوا الراجل الثاني قال ومن هم؟ قال هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس، قال كل هؤلاء حرم الصدقة. يسأل فيه الراجل قال هؤلاء كلهم حرم الصدقة؟ قال نعم. فما تعليقك على بقية الجزء من هذه الرواية في مسلم؟ أنا هذا مقبول ومعناه كما زيد، لأنه يقول أهل العلم إذا روى الراوي حديثا ثم قال رأيا يوافقه كان أكثر تثباتا لروايته ودرايته بالحديث. فهو لما سئل عن زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم قال من أهل بيتي، ثم لما قيل له ومن هم أهل بيتي أخبر بذلك. فالرسول صلى الله عليه وسلم أولا ليس في الحديث إخراج لزوجات الرسول صلى الله عليه وسلم من أهل البيت قطعا، لأنه أوصانا، لو أوصانا صلى الله عليه وسلم بالحسن والحسين، هل معنى ذلك أن نخرج عليا ومثل جعفر الصادق من أهل البيت؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم إنما أوصى بأهل البيت على تنزلا، وأهل بيتي صح، وأهل بيتي تنزلا مع من يقول ويخالفنا أن الزوجات
يقول أنه أوصى بها البيت، قلت تنزلا معهم أن أهل البيت هو مثلا علي والحسن والحسين وفاطمة. فنقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا أوصى بأهل البيت خيرا بهؤلاء، هل يعني ذلك أن الزوجات ليسوا من أهل البيت عليه الصلاة والسلام؟ انتهينا من حديث الكساء وآية التطهير، لكن الفهم الصحيح لهذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قد أوصى بأهل البيت، فإن كان يقصد الخمسة فنحن موصين بهم ونحن نحترمهم ونقدرهم، وإن كان الزوجات فنحن ندخلهم في أهل البيت ونحترمهم ونقدرهم. فما هو الإشكال؟ ليس في الحديث لا من قريب ولا من بعيد إخراج زوجاتي عليه الصلاة والسلام أو تنقص من قدر زوجاتي صلى الله عليه وسلم، وليس في الحديث من قريب ولا من بعيد العصمة لأهل البيت غير الرسول عليه الصلاة والسلام. هل ممكن تشرح لنا؟ شوف لما الطلاب عندنا كلنا عندما ندرس أحكام الإسلام أحكام الشريعة نقول الصلاة مثلا حكمة الصلاة، نحاول أهل العلم مع أن الحكمة الكاملة لكل أمر يعلمها الله عز وجل، لكن أهل العلم والفقهاء يقولون الحكمة من الصلاة كذا، الحكمة من الزكاة تكافل الاجتماعي، الحكمة من شرب الخمر حفظ النفس وصيانتها عن المفاسد. ما هي برأيك الحكمة من وصيته صلى الله عليه وسلم من قوله وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي؟ كيف تجتهد في تأويل الحكمة من هذا القول؟ من يعني تذكير الأمة بأهل بيتي، أي يعني الحكمة طيب مفهوم عليه الصلاة والسلام عندما يقول عندما يحث على كتاب الله واستمساك به فالحكمة فيه ظاهرة. نعم. هل ممكن تشرح للمشاهدين ما نعم. ما يتيسر لك في فهمك الحكمة من الحديث نفسه في الوصية لأهل البيت؟ هو فيها بعض الأمور التي تشير إلى هذه الحكمة إن شاء الله. منها أن الله قد يمكن أطلع نبيه عليه الصلاة والسلام على أنه قد يجفى أهل بيته عليه الصلاة والسلام من جاف من الجفاة فأخبر صلى الله عليه وسلم وأوصى بهم خيرا. الأمر الثاني أنه قد شكي إليه صلى الله عليه وسلم فقد صح الإمام أحمد وغيره عن العباس أنه قال يا رسول الله نحن إذا أتينا قريش وهم مقبلون على حديثهم ومجالسهم فإذا رأونا تغيرت وجوههم يا رسول الله، قال والله لا يؤمن أحد بالله عز وجل وبي حتى يعرف قدركم، وهذا عند أحمد وقد حسنه أهل العلم. أيوة. فقد شكي له صلى الله عليه وسلم في من أهل بيته جفاء بعض الناس. الأمر الثاني استشرف أن له صلى الله عليه وسلم حق على الأمة. نعم. وإذا كان الإنسان حق على في حق فمن حقها أن تكرم قرابته. نعم. فالرسول صلى الله عليه وسلم أوصل الناس رحما، فكان عليه الصلاة والسلام من صلته برحمه أنه أوصل الأمة أن يصلوا رحمه صلى الله عليه وسلم. أليس أحق الناس أو الحق العظيم لمحمد صلى الله عليه وسلم أعظم حق لرجل هو محمد صلى الله عليه وسلم على أمته؟ نعم. فمن حقه صلى الله عليه وسلم أن نصل رحمه. الأمر الثالث أن الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن في هذا أن أهل البيت لابد أن يكون إذا كانوا مؤمنين أن يكون لهم الحظوة والمنزلة. لماذا؟ لأنه نزل القرآن عندهم وفي بيتهم، ولأنهم ينتسبون لنسبه الشريف عليه الصلاة والسلام، فالرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن ينزلهم المنزلة اللائقة بهم. فهذا لا أريد أن يحمل الحديث أكثر ما يحتمل، لكن يا دكتور أنا أقول لك هذا الحديث والحمد لله فعله أهل السنة فهم لم يقبلوا رأي النواصب. ويا إخوان يا من خالفنا، ترى نحن لسنا نواصب، أهل السنة لسنا نواصب. أحد المشايخ العلماء عندنا يقول جلست مع بعض الفرق ويقول أنتم نواصب، نبرأ إلى الله من سب أهل البيت. الأمر الثاني بالله هل يفهم في الحديث أنهم معصومون أهل البيت أو أن الخلافة فيهم لا يجوز أن تخرج منهم، يعني أن هناك وصية لهم بالخلافة؟ هنا سؤال مهم. اسمح لي شيخ عايض حفظك الله ورعاك، في الحديث في مسلم يقول الراوي مع أنه يعترف يقول يا ابن أخي والله لقد كبرت سني وقدم عهدي ونسيت بعض الذي كنت أعي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما حدثتكم فاقبلوا وما لا فلا تكلفونيه، يعني ما حكلمكم إلا بالشيء اللي أنا ثابت عليه، شيء ما حدثتكم عنه ما تحرجوني لأنني معناه ما متأكد منه. ثم قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فينا خطيبا بماء يدعى خما بين مكة والمدينة. معروف الحديث. لا الفكرة هنا أنا وقفت هنا وصلت لخما. ليش؟ لأنه بعض الإخوان المسلمين الآخرين مش الإخوان المسلمين جماعة مصر يقولون أن القصة فيها ما هو أكبر من هذا، فيها في خم هذا الغدير فيه أمر بتولي سيدنا علي بن أبي طالب وتوصية بأن يكون هو الحاكم للأمة للدولة الإسلامية في المدينة المنورة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. هل مر عليك هذا؟
هذا ليس بصحيح ولم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام. ولماذا تكون هذه الرواية صحيحة ثم لا يمكنها العلماء والمحدثون وتأتينا بأسانيد برجال ثقات وأثبات هذه الرواية ليست بصحيحة؟ وأنا أقول يا دكتور نعم ومع احترامي لكل المشاهدين بالله هل يعقل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصي ملأ من الصحابة ثم يتواطأ صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينقلوا الأمة وفرضا أنهم نقلوا ذلك ثم يتواطؤون لسحب الخلافة عن علي ويتعاضدون على إحرامه؟ ثم هناك أمر ترى أورده بعض علماء المسلمين يقول أنت معي دكتور؟ تمام. يقول بعض علماء المسلمين افرض أن الصحابة قاموا بالأمر وأنهم تآمروا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه وسلحبوا من الخلافة، الواحد الأحد الذي أرسل رسوله صلى الله عليه وسلم وأراد أن تكون هذه الأمة الخاتمة والرسالة الخاتمة، ألا ينصر علي بن أبي طالب ويجعل الخلافة فيه ليقوم الدين في الأرض؟ يعني الله سبحانه وتعالى يرى المسلمون يتآمرون على علي بن أبي طالب ويسحبون لأبي بكر ويخون يقول الوصية ويبدأ أبو بكر فيصلي بالناس في المساجد وعلي بن أبي طالب يصلي وراءه ويسكت علي ويسكت أقاربه ويسكت الذين حضروا. يا أخي لا قدرا ولا شرعا ولا حالا الإنسان لماذا ما يعمل عقله الإنسان؟ هل يعني تواطأ المسلمون ثم ربنا سبحانه وتعالى يترك الأمر لهم في خلاف في أعظم شيء وهي الخلافة الراشدة ويتركها لأبو بكر مع العلم أن مثلا خلافة أبو بكر خاطئة وخضع ظلما عدوانا ويخطب المسلمين ويوزع صدقاتهم ويصلي بهم ويعدل فيما بينهم ويحكم فيما بينهم وأهل البيت جالسون واقفون وحاضرون ثم تضيع خلافة الأمة؟ معنى ذلك أنه لم يكن هناك أن الأمة قد غوت وظلت في مجموعها وقد ارتكبت خطأ فاحشا في تاريخها، وهذا خلاف مهما بحث الإنسان يلتمس دليل عن هذا الرأي المخالف يجده من أبطل الآراء جميعا. هناك من شرح هذا القول بالإشارة إلى موقف جرى للإمام علي كرم الله وجهه مع جمع من المسلمين كانوا جايين من اليمن، يعني كلفوا بمهمة وحصل خلاف بين الإمام علي وبين عدد منهم حول الغنائم، واشتكى بعضهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم من سيدنا علي، فقيل في هذه الروايات أن هذا الحديث في خمه، ومن وما جاء فيه في مواضع أخرى في روايات أخرى من تولي للإمام علي بمعنى المحبة والتبجيل، كان جوابا لهؤلاء الذين جاءوا يشتكون الإمام علي وهو كان قائدا لهم في هذه الحملة. وهناك آخرون قالوا إن الآية القرآنية الكريمة التي نزل فيها قوله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك فإن لم تفعل والله يعصمك من الناس فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس هنا. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. قالوا الحديث ربما هذا جاء في إطار والمدح سيدنا علي في خم، لأن هذه الآية كانت تقصد بلغ ما أنزل إليك من ربك على اعتبار في ولاية علي وأنه هو الولي المختار من الله ليكون قيما على الأمة حاكما لأمورها سياسيا قيما على تفسير الدين مفوضا لذلك من عند الله. أنا أقول أين السند؟ أين الرواية الصحيحة؟ يا إخوان اتقوا الله، لا نريد السند من الدين، لا نريد الدين إلا بأسانيد صحيحة. علماء الإسلام حفظوا السنة المطهرة وأخرجوا الزائف والموضوع والباطل في كتب محشوة بالحديث الواهية، وهذه منها الرواية الواهية. هذه الرسول صلى الله عليه وسلم لو نزل عليه هذا لبلغ الأمة بلاغا شافيا ولنقله. الآن الحضور ما يقارب أكثر من 1000 في غدير ثم يتواطون على عدم النطق. لا قالوا 100,000 في الروايات طال عمرك 100,000. لا قالوا كم راجعين؟ قالوا رجعوا ال 10,000 اللي خرجوا معاه ووظيفت هو الأخرى. هو ليس في مبالغة لكن على فرض ذلك يعني رجعوا ال 10,000 كيف يتواطون؟ كيف يتواطون؟ ثم افرض أن بلغوا الأمة والأمة ما قامت، لماذا خانت الأمة رسولها صلى الله عليه وسلم في أنها ما تولي عليه؟ لماذا ما سل سيف واحد فقط في عهد أبي بكر الصديق؟ لماذا ما قام واحد في المسجد قال يا أبي بكر تراك خالفت قدير خم وتراك خنت وحاشاه أن يفعل ذلك وتراك عطلت وصية الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ترى يا أخي المنطق السديد أن نؤتى بالبرهان بالدليل والسند. وأنا دكتورة محمد وددت أن ندخل يا أخي في موضوع عائشة رضي الله عنها. نجي لسيدة عائشة أكثرنا فيه لأنه حديث ثقلين مرتبط بحديث قدير خم ولا يجوز منطقا أن نتحدث فيها ولا نعرض إليها.
وإلا اشتكانا إخوة مجددا وقالوا لما لا يتصل الشيخ عايض في أمور هي من صميم الموضوع. قبل أن نمضي للسيدة عائشة، ما دمنا في هذا في هذه المسألة من الناحية الدينية، إلى ماذا دعانا أهل البيت؟ أصلا الآن الخلاف، لنفترض أن هناك من يقول مدرسة، هذا الأخ السيد مرتضى العسكري يقول مدرسة معالم المدرستين، مدرسة الصحابة ومدرسة أهل البيت، أو مدرسة السنة ومدرسة أهل البيت. هل يدعو أهل البيت إلى أمور في الدين غير التي نعرفها في كتاب الله والسنة؟ أولا من حسب دراستك لأهل البيت كلهم، نعم. هل وجدت في تراثهم كله أمر في الدين غير اللي نعرفه؟ نعم. أنا درست كتب أهل البيت وأسانيد ومرويات أهل البيت، وخرجت بمسألة أن أهل البيت يدعون لما يدعو إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولما يدعو إليه كتاب الله عز وجل، وما يدعو إليه الصحابة. والله لا فرق عندي بين ما يدعو إليه أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وما يدعو إليه بلال وعمار وسلمان كما تفضلتم. يا أخي ليس عندنا دسائس في الإسلام، يعني أنه ليس عندنا أمر مستور. يقول عمر بن عبد العزيز وقد علقه البخاري، إذا رأيت الناس يتناجون في دينهم، أو في حديث آخر في بسنس، فيتناجون في دينهم فعلم أنهم على دسيسة. ما عندنا أسرار ولا ألغاز ولا حاجة، الدين واضح، مبادئنا تعلن على المنابر وعلى المنائر وتعلن في القنوات الفضائية. ما عند أهل البيت علم كتموه. علي بن أبي طالب رضي الله عنه أقسم وهذا في صحيح البخاري أنه ما خصهم صلى الله عليه وسلم بشيء إلا ما في هذه الورقة، ورقة مع السيف فيها فكاك الأسير وفيها من الديات والعقل، وإنما هذا كتاب الله عز وجل بذو قال إلا فهما أتيه العبد في كتاب الله عز وجل. هل دعا أهل البيت سيدنا علي، سيدنا الحسن، سيدنا الحسين، سيدنا جعفر الصادق والآخرون، هل عندهم صلاة إضافية غير صلاة الخمس التي يصليها المليار مسلم سني؟ عندهم يعني ست صلوات أو خمسة زيهم؟ أبدا، صلاتهم كما يصليها المسلمون، وصيامهم وحجهم وزكاتهم. الحج في نفس الوقت يحجون؟ يحجون مع الناس ويصلون مع الناس، وهم بشر يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق ويخضبون ويتزوجون النساء ويحصل منهم الذنوب رضوان الله عليهم، وهم من أفضل الأمة ومن أحسنها. لكن أما أن نضيف إليهم شيء، فهذه الكتب وهذه سيرتهم وهذه تاريخهم أمامنا مكشوف تماما، لم نجد ما خالف ذلك أبدا. هل حرموا شيئا عندنا حلال، أو أحلوا شيئا عند المسلمين حرام؟ أبدا. والله أن الذي يتصفح سيرة القرابة والصحابة يخرج بقناعة أن ما هناك إلا الحب والمودة، وأن قصرنا نحن المسلمين في نقل ثناء القرابة على الصحابة وثناء الصحابة على القرابة. وقد قام بعض الإخوة الدعاء، أنا بالمقبل سبق، بالمناسبة أن أشكر يا أخي بعض الدعاء عند أهل السنة الذين ذكروا هذا، كالشيخ عارض الدوسري صاحبنا وحبيبنا، والشيخ عبد الكريم الحربي، والشيخ صالح الدرويش، وغيرهم ممن يعتني بهذا، ومن أبرز في رسائلهم ومذكراتهم ثناء الصحابة على القرابة وثناء القرابة على الصحابة. وأنا أريد مزيد من ذلك، لكن هو في حاجة أخرى مهمة هنا، يعني صراحة لأنه هو الموضوع كله، النزاع كله. شوف، لما الناس يقولوا الآن بعض الإخوان يتصلوا بنا في البرنامج ويخالفوك في الرأي أو يكتبوا غاضبين من حضورك على أساس أن أهل البيت هم الذين ينبغي أن يقتدى بهم، ف المنطق حتى نشرح لكل مسلم الآن يشوفنا، هل تقول لي ترى المنطق ده صحيح ولا غلط؟ هل صحيح إذا قلنا إن المنطق الأمور في الإسلام يشترط على أهل البيت وعلى الصحابة وعايض القرني ومحمد الهاشمي وعايض الدوسري ومحمد الموسوي والسيستاني والشيخ عبد العزيز آل الشيخ عندكم ومشايخ الأثر وغيرهم أن يتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن قبل ذلك القرآن الكريم؟ كلهم تبعوا الله ولا فيه، ولا عندهم هم أسرار خاصية تانية لازم؟ أبدا، بل الواجب الشرعي على علي بن أبي طالب مثل الواجب الشرعي على عايض القرني ومحمد الهاشمي والمفتي والأزهر جميعا وجميع الناس أن نتبع محمد صلى الله عليه وسلم. القرآن نص على ذلك والرسول عليه الصلاة والسلام. هل سمعت في حديث صحيح ثابت أو آية من القرآن يقول اتبعوا أهل البيت أو خذوا أهل البيت؟ هل وجدت يوم مضبوط؟ هل وجدت في كتاب الله؟ هل وجدت في كتاب الله هذه آية أو شيء حديث من هذا؟ أبدا. ما يقول سبحانه وتعالى، اسمع النصوص، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
وقال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم وإن تطيعوا تهتدوا. ويقول صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم. هل قال خذوا عن العباس أو جعفر أو علي أو حمزة أو الحسن والحسين؟ هل قال من رغب عن سنة العباس أو علي بن أبي طالب أو جعفر الصادق فليس مني؟ قال من رغب عن سنتي. الله بعث لنا رسولا خاتما واحد صلى الله عليه وسلم هو المعصوم وهو الذي أتى برسالة. وذلك بالمناسبة يا دكتور محمد والإخوة يا أخي لماذا نغلو؟ عندنا يعني أنا أطالب من أهل السنة أن يكثروا من تبجير واحترام وذكر يعني في المحاضرات ولو يحترمون ويذكر لكن في 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 الندوات يخصون لأهل البيت. وأطلب من الفرق الأخرى أن لا تسب الصحابة وأن تثني على الصحابة وأن تنزلهم منزلتهم. طيب ما هو سبب شرف أنا بس أسوار ما هو سبب شرف الحسين بن علي؟ يعني ماذا صار محبوب عند المسلمين؟ لأنه حفيد محمد صلى الله عليه وسلم. هل يعقل أن يأخذ الوقت كله الحسين بن علي والدموع كلها والبكاء كله ثم جده الذي هو سبب شرفه الذي أتى بالرسالة ما يأخذ إلا عشر الوقت عشر الزمن؟ انتظر لحظة. الحديث ذو شجون ولازم أسألك في هذه. تتحكي عن الدموع والبكاء. سأل سؤال في قبل أيام ونسوا جماعة ما جاوبوني عليه شيخ عدنان وإخوة آخرون. هل بكى النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل أقام المآتم على سيدنا حمزة وسيدنا جعفر وهما استشهدا في حياته؟ لم يقم عليه الصلاة والسلام. وعند الخمسة من حديث جرير بن عبد الله البجلي كنا نعد الاجتماع عند الميت من النياحة. فقد نهى صلى الله عليه وسلم عن النياحة ونهى صلى الله عليه وسلم عن لطم الخدود في حديث صحيح وعن شق الجوب وعن النياحة. وقال صلى الله عليه وسلم هي من أفعال الجاهلية. ونهى عن الثبور والدعوة بالثبور والعويل. إنما سنة صلى الله عليه وسلم أنه كان يبكي وتدمع عيونه عليه الصلاة والسلام في وقت الحادثة. في وقت الحال سمعت هل وجدت رواية أنت درس حديث هل وجدت رواية أنه في العام المقبل لاستشهاد سيدنا حمزة راح وبكى وقام احتفالا من نوع معاذ الله لم يفعله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من خلفائه ولا أحد من العلماء. وهذا من البدع. ويقول صلى الله عليه وسلم من عمل عمل ليس عليه أمره فهو رد. هل وجدت أنت قلت أنك سافرت في البلدان؟ نعم. هل وجدت في كتب أو في سفر يعني بلدان زرتها أن اليهود أو المسيحيين مثل خلينا نقول المسيحيين في الأول بما أنهم يعتقدون عقيدة أن السيد المسيح عليه السلام صلب وإذا أخذنا بقولهم فرضا فالصلب كان يعني قتلة بشعة. نعم. الرجل يدك بالمسامير على الأخشاب ويموت تعذيبا. هل وجدت في أي مكان أنهم ينوحون يعني يقيمون المآتم السنوية على المسيح عليه السلام؟ أول ليسوا قدوة لنا وهم لا فرض بس هل توجد ملة أخرى تقيم هذا الشيء؟ إيه لا أعلم ذلك. وحتى لو فعل النصارى ليس دليلا يعني. أخي العزيز هو أنا أعيش معهم لا يفعلون. الجواب إذا لا يفعلون. أنا أعيش معهم لا يفعلون. هم يحتفلون بالمسيح عليه السلام يقولون إنه فعل بهذا ليخلص البشرية هكذا اعتقادهم. نعم. هل وجدت في سيرة اليهود وهم من أهل الكتاب هذول من نزلت عليهم كتب من عند الله عز وجل وسبقونا بذلك هل وجدت في 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 أفعالهم أنهم يقيمون المآتم على نبي من أنبيائهم؟ لا يقيمون وليسوا قدوة. وأنا أعود كلامي لا يقيمون ذلك. لا يحصل منهم يعني واقعا وسواء حصل منهم فهم مخالفون. هو سؤال أنا خلينا نذكر بكثرة معك لا يحصل منهم ذلك. مظبوط. نحن شوف هم كل واحد في اعتقاده كما قال لي أحد حاخامات اليهود كان جالسا في مكانك هنا قال كل يبتغي القرب من الله عز وجل لكن قال نحن نقترب الله بشريعة موسى. هو وقتها قال بالمناسبة وقتها قال أنا أؤمن أن محمد النبي عليه الصلاة والسلام وأحترم المسلمين الذين يقتربون الله عز وجل. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فليقبل. لحظة بس هو الله سبحانه وتعالى أثبت في القرآن الكريم أن التعدد هذه السنة مضى عليها أمر الناس وأنه لو أراد لجعل الناس كلهم معذرة. لكن لحظة لحظة أتريد أن تقنعني أن اليهودية مش هذا الموضوع الإسلام الأديان لا 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 مش هذا الموضوع ليس هذا هو الموضوع. الموضوع هو الآتي أن كل ملة يعني جديرة بأن تحترم أو شيء من جهة الاحترام ولكل ملة دينها ومعتقدها لكم دينكم ولي دين. الذي أبحث فيه هو أن ذكرت أمر البكاء والحزن قلت لماذا البكاء كله على الحسين؟ هل وجدت دليلا شرعيا يجوز البكاء على الحسين كل عام في ذكرى استشهاده؟ لأن الشيخ دكتور عبد الصبور شاهين قال هل يستكثر المسلمون الشهادة على الحسين؟
طيب فهل تبكي له في موته في استشهاده وفي أربعينيته كل عام؟ أين دليلك الشرعي على هذا؟ أولا ليس على ذلك دليل شرعي. الأمر الثاني لا يفهم أن إذا نهينا على البدع وضرب الأجسام وإنزال الدماء والقيام بالماتم هذه أن نكره الحسين. أنا قلت أشهد الله ملائكة وحملة عرش أن أحب الحسين وأتولاه وأترضى عنه وأهل السنة جميعا. ثم أني قلت يا أخي بالصوت العالي نقلت كلام الأئمة من ابن تيمية لعنة الله وملائكته والناس أجمعين على من قتل الحسين. لا لا خلينا من قبل عشان يفهم. لا مش مرض في أخي عراقي شيء بيقول لي دائما متصل بي قبل شوي بعث لي إشارة يقول لي مفروض نفرح له لأنه نال الشهادة. ليست الشهادة يقول هي أعلى مبتغيات الإنسان؟ لماذا لا نفرح للحسين أنه نال الشهادة؟ يقول لماذا نضطر أن نبكي كل عام قد جعل الله وأن نروح كل عام؟ لا نفرح لا ليس عيد وليس مأتم. قد جعل الله لكل شيء قدر. الموقف الصحيح موقف الكتاب والسنة أن قتله مصيبة ينبغي أن نسترجع عليها، ولو ذكرنا ذلك وبكينا كان بذلك، ونقول إنا لله وإنا إليه راجعون، لكن لا نعقد الولائم ولا العزائم ولا نطوف بالأضرحة ولا نضرب الأجسام ولا ندعو بالويل والثبور ولا نلطم الخدود. نهينا عن سيد الخلق عليه الصلاة والسلام عن ذلك. ثم أقول أليس سيد الخلق صلى الله عليه وسلم موته أعظم مصيبة من المصائب التي وقعت بالأمة؟ هل هناك احتفالية عند المسلمين كل سنة بموت الرسول صلى الله عليه وسلم وبكاء؟ في دعوة سمعت قريت في الصحافة دعوة من بعض يعني بعض العلماء في المملكة قالوا إنهم يدعون بعض العلماء الشيعة في المملكة قالوا يدعون الآن لي وجهوا دعوة علنية لكم أنتم الدعاة السنة يعني للاتفاق على احتفال على إحياء إقامة ماتم في وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ما جوابك؟ لا نوافق ذلك وهذا مخالف لكتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، ورسول الله عليه وسلم لا يرضى بذلك، وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن لطم الخدود وعن هذه، وكل عمل ليس عليه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو رد، وسوف يرد علماء السعودية وغيره من علماء الإسلام علماء بالإجماع من علماء السنة ويرفضون ذلك رفضا قاطعا. طيب ما لا يجري أبدا ما دام لا لحظة جاي سمعش احنا الآن في صلب موضوع يعني. في بس أنت الآن في عمق موضوع الحلقات أنه السيدة عائشة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وأهل البيت المتفق عليهم بين الفرق الإسلامية هم الذين نتحدث عنهم الآن من سيدنا علي وسيدة فاطمة وسيدنا الحسن وسيدنا الحسين، وأنت لن تقول لي لا خلاف لا في الحلال ولا في الحرام وفي الأمور الفقهية إلا أمور بسيطة يعني ما فيش حاجة كبيرة. ما رأيك لو قلت لك أن الخلاف الوحيد بينهم إذا أنا كباحث أسألك الآن أقول لك لا يوجد إذن بين مدرستين أي خلاف أساسي على الإطلاق مدرسة إلا مدرسة ماذا؟ أهل البيت والصحابة نعم. أهل الشيعة والسنة نعم. أنا أقول لك لا يوجد فرق أي شيء أساسي يعني أنت سواء أخذت في أحكام المواريث بفقه جعفر الصادق أو بفقه مالك بن أنس أنت في على الخيار كما قال الأزهريون تستطيع أن تأخذ بهذا الفقه أو بذاك أو يعني في أمر الصلاة ولا ترقيح ولا حاجة. ما رأيك في أنه عندما يبحث طالب لو جبنا طالب هندي ومتجرد من كل حاجة ولا مش عارف من فين من فنزويلا بما أنها الأيام فنزويلا عاملة شعارات قريبة من العرب وقلنا له ابحث بتجرد لو جاء هذا الباحث وقال بعد 5 سنوات بحث لا يوجد خلاف بين الفريقين إطلاقا إلا على أمر يتدسل بالسياسة والحكم قبل 1400 وكم يعني الآن احنا 27 شيل منها 13 يطلع لهم الحساب بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم مين المفروض كان يحكم آنذاك؟ هل يبرر الخلاف؟ وحكم سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه ولعل سيدنا علي كان يرى أن نفسه أحق بها وأولى، هل يبرر الخلاف حول الحكم؟ انقسام الناس إلى مذهبين؟ قبل الإجابة نأخذ الفاصل وبعدين نعود إليكم مشاهدي الكرام ونواصل نأخذ إجابة الشيخ عايض ونأخذ تليفوناتكم وتعليقاتكم على ما أبحر به اليوم الشيخ عايض في أمر الثقلين وما نقاط الالتقاء والاختلاف بين مدرسة أهل البيت ومدرسة الصحابة. إلى اللقاء بعد لحظات بإذن الله. البحر يمتد وهديره يشدو البحر يمتد وهديره يشدو أمواجه
شاف الطفل أمام البحر يتعجب من مائه الكثير وأمواجه يمتد وهديره يشدو أمواجه تعلو يا أهلا وسهلا بمشاهدي الكرام في العراق ومصر في إيران والمغرب في تركيا والسودان وفي كل أرجاء الدنيا. معي هنا في الاستوديو الكاتب الشاعر الشيخ الداعية اللبيب الأديب الأريب الشيخ عايض القرني. يستاهل كل ده. وتولى بعض الناس يقولوا ما له محمد الهاشمي كده بيدلل في الشيخ عايض، لكن أقول لسادة المشاهدين شوفوا شعره، شوفوا حديثه عنه هنا في التلفزيون وغير التلفزيون كمان، لطفه وظرفه. لكن لو بلغت حيقول والله يتأثر به، ما فيه، احنا مودة، واي شيء يقول حديث كده مشتبه ولا يحتاج مناقشة سوف ترون كل هالمودة دي برا والمناقشة العنيفة تكون موجودة. لكن احنا الآن بالهداوة وباللطف نعرف منه آراءه. سوف يجيب الآن تكرما على سؤالي إذا كان الخلاف الحقيقي بين المدرستين هو بس مجرد خلاف على السياسة. بعد ذلك معي أم محمد من مانشستر وأبو ميلان في الدنمارك وأبو بنان في سويسرا. أهلا بكم جميعا. تفضل شيخ عايض. كما تفضلتم دكتور محمد، إن كان الخلاف على أمر السياسي يعني وخلافه مضت وانقضت فنقول يعني مفروض أن تجاوزناها. لكن أقول أنا بأنني أتكلم أحد يعني ممن يخدم أهل السنة ومنهج السنة، وأنت تعرف نعيد ونكرر أن أهل السنة هي المدارس الموجودة الآن من الشافعية والمالكية والأحناف والحنابلة. نقول يا إخواننا نريد منكم مثل ما تطالبون باحترام القرابة، نقول أبشروا، نحترم القرابة ونشهد الله على حبهم وسوف نذب عنهم، لكن نسألكم بالله ألا تعرضوا للصحابة ولا تسبوا الصحابة، وزوجة نبينا صلى الله عليه وسلم أيضا لا تعرضون، وكتابنا الخالد الذي بين أيدينا هذا المنزل الذي هو وحي يتلى، وقال سبحانه وتعالى إننا نحن نزلنا الذكرى وإن له لحافظون. لأن يا دكتور محمد أخشى أن يفهم، وأنا أعرف سؤالك وذكائك ومنطقك السليم، أن يظن أنه بس أن بينه وبينهم قد يكون طبعا اتفقنا على الخلاف السياسي نتركه، لكن المسائل الأخرى التي جيت أنا أقول لكم مثل ما يطالبوني، أنا أعلنت الآن ترجمت لفاطمة وللحسن وللحسين ولعلي، أنا أطالبهم أيضا مثل الصحابة زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم، الصحابة لا تتعرضوا لهم، لا يمكن أن يكون لقاء الصحابة يسبون أبدا، نحورنا دون نحور الصحابة، أعراضنا دون أعراض الصحابة، لأن الله رضي عليهم عنهم رضوان الله عليهم ومزكون وهم الذين حمل الشريعة إلينا. فإخواننا مثلا هم يطالبون نحترم القرب، أنا على العين وعلى الرأس، هذا واجبي، هذا شرع علي عقيدة، لكن كيف إذا طالبته باحترام الصحابة يخون الصحابة أو يسب الصحابة أو يلعن الصحابة؟ طبعا أنا جاوبك هالسحاج بس إيه؟ طبعا جوابك الآن من غير أن تقصد طبعا مؤكد، لكن كانه يحيي أنني قلت لك بما أنه الخلاف سياسي، أنا أقول لك لو أن باحثا محايدا نظرة لوجد أن الخلاف الحقيقي الوحيد هو حول أمر سياسي. ليس في ذلك تبرير أو تجويز للعن الصحابة رضي الله عنهم أو بعض زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أو أي من هذا القبيل. هو لو وافقت على هذا ربما ينبني عليه أمر آخر، ينبني عليه إذا طالما الأمر سياسي ومتعلق بالسياسة وبالحكم فإنه من الأفضل والأكثر حكمة للجميع أن يتجاوزوه، وبالتالي أن يتجاوزوا ما ترتب عنه من لعن بعض الفرق لإعلام فرق أخرى، من كراهية للصحابة، من كراهية لكراهية هؤلاء المسلمين لأولئك المسلمين، من استخدام لفضيلة الدعاء في اللعن وفي الإبقاء على جذوة الكراهية حية لأجيال بين الناس، من تخلي عن فتاوى التكفير. يعني أنت تكفر ناس لمجرد أنهم أول شيء نحن الآن كل هالأجيال ما شهدت أصلا اجتماع السقيف ولا أدركت، والآن أنت تظل تحيي في الأجيال جيلا من بعد جيل كان هؤلاء الناس، كان عايض القرني له هو اللي قرر حسم أمر الخلافة، وتوصي أولادك بكراهيته وربما بإخراجه من رحمة الله عز وجل. سؤالي لك هو الآتي، إذا تبين أن الخلاف ليس في حلال وحرام ولا في آية من آيات الله ولا في أصل من أصول الدين ولا في كل التوجيهات القرآنية الكريمة واحدة لدى الطرفين، فهل يعقل أن إذن يقوم هذه الجبال من الخلافات وهذه الكتب الكثيرة في الذم التي تشعل الفتنة بين قطاع كبير المسلمين وقطاع آخر منهم، هل يعقل أن تستمر هذه الأدبيات
التي تروج الكراهية والأحقاد والفرقة بين المسلمين؟ أي على فرضا ما قلته فأنا أقول لا يعقل أن يكون هذا ولا يصلح أن يكون هذا. وبالمناسبة دعني دقيقة واحدة خذني أقول طيب العقلاء والعلماء من الشيعة في العراق وفي إيران وفي السعودية وفي الخليج وفي أي مكان، يا إخوان تعالوا تحت مظلة الكتاب والسنة. وقد دعوت أنا في الشرق الأوسط وبن منيع الشيخ بن منيع عضو هيئة كبار العلماء إلى ذلك وغيره من العلماء، ونحتكم نأتي على مبادئ أن لا نتعرض القرابة والصحابة، وأن نأتي بارك الله فيكم إلى الأمر السياسي الذي انصرم كما تفضلت وانتهى، لا نحدثه بيننا ذا الحين فرقة نحن بحاجة. هل يصر المسلم أن نكون يعني المسلمين مثلا في إيران يكونوا في صف ونحن في صف؟ نحن مستهدفين من أعداء الإسلام جميعا، لا يفرقون بين السنة ولا الشيعي. والله يزعجنا أن يتقاتل السنة والشيعة في العراق. فيا عقلاء لا تغلوا في دينكم، نحن نريد منكم كما تريدون أنتم، ما تريدون منا يوافق الكتاب والسنة نحن مستعدون من احترام أصحاب الرسول قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن أكرر، نحن لا نرضى بزوجات الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتعرض لهن، ولا نرضى أيضا بأنه الصحابة يسبون أو يلعنون. ثم نقول الأمر الذي سلف أو حصل الاختلاف ما جدواه بين ذا الحين؟ لماذا تحيي الكراهة وتبث في المدارس الآن؟ لماذا ما يبث الإيمان واحترام السلف الصالح الذين سبقونا بالإيمان والترضي عنهم؟ لماذا ما نتكلم عن وحدة المسلمين؟ لماذا ما نعلم أن أعداء الإسلام مستهدفين؟ لماذا لا نتفق على معاني ذكرتها في شرح الآيات قبل هذا كله؟ خلينا لا يكون عن الصلاة والصوم والزكاة وأركان الدين الأساسية وبر الوالدين وصلة الرحم وقول الحق والالتزام بالعدل اللي هو غايب عند أكثر بلاد المسلمين. أنا مثلا أليس هو هذا هو الإسلام؟ أنا مع من يدعو يوم عرف يقول اللهم ارض عن قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكني ما أستطيع أتحمل ولا أي مسلم سني يتحمل ومن غصب أهل البيت والعم من ظلم على محمد من ظلم على محمد. طيب في حالة ما إذا سؤال أخير قبل ما نأخذ الأخ الأخت أم محمد، لنفترض الآن أن أحد من هؤلاء الناس فعلا جاء جنبك في عرفة ودعا بهذه الأدعية، هل هذا مبرر لك لتسيء الأدب مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه أو ولد من أولاده أو حفيد من أحفاده؟ أبدا، نحن مأمورين حتى في مسألتان أن ننكر بالتي هي أحسن حتى مع الكتاب. مزبوط. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوهم حتى مع المشركين، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن، بالتي أحسن أبين الحق. الأمر الثاني، أصلا ما يزيدني ما أسمع من نيل من الصحابة إلا حب في القرابة، لأني أنا قرأت بتاريخ الصحابة والقرابة وعرفت ما بينهم المودة. يا أخي أصحاب سوف يمر معنا دكتور محمد حلقة كاملة عن المصاهرة بين الصحابة والقرابة. بالله عليك، أما تزوج عمر بن الخطاب بنت علي بن أبي طالب؟ أما تزوج أهل البيت من الصحابة؟ يعني أنت دينا في كل الأحوال محب لأهل البيت مهما كان أمر الآخرين من جحيفهم عن الناس. أشهد الله على ذلك، وأشهد الله أني وددت، شوف من هذا المكان، أني فديت بدمي الحسين بن علي، والله الذي لا إله إلا هو، أني وددت أني لقتل أنا مكان الحسين بن علي رضي الله عنه، وإني أنا أبرأ إلى الله ممن قتله وألعنهم، ألعنهم في كل يوم، وأسأل الله أن ينتقم منهم. طيب ما رأيك قبل أن نأخذ الأخت محمد أسمع الكلام من كلام أبي الحسن والحسين؟ نعم يا أخي، كما ذكرت أنت في شأن اليوم رضي الله عنه وعن أولاده وأحفاده، يمكن من أعظم من تكلم بالعربية بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وطبعا من دون ما نحط القرآن الكريم في الحساب، وانظر خطبه في العراق خاصة شيء عجيب، وحتى في وصف الأحوال التي مرت عليه هناك ما قرأت مثلها قط. ولكن اسمع إلى هذا القول الذي أورده له الدكتور عبد الرحمن الشرقاوي في كتابه الصديق أول الخلفاء، نعم، منقولا عن روايات أخرى للإمام علي. اسمع كلامه يا سيدي في جو حديثك عن أبي بكر الصديق، ثم نأخذ أم محمد وأبو ميلان. شوفوا مشاهدي الكرام، هذا كلام الإمام علي في أبي بكر الصديق يؤبنه يوم وفاته. وقف الإمام علي على وهو يؤبن أبا بكر الصديق يوم وفاته يخاطبه بقوله: رحمك الله يا أبا بكر، كنت أول القوم إسلاما وأخلصهم إيمانا وأشدهم يقينا وأعظمهم غناء وأحفظهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنسبهم برسول الله خلقا وفضلا وهديا وسمتا، فجزاك الله عن الإسلام وعن رسول الله وعن المسلمين خيرا.
صدقت رسول الله حين كذبه الناس، وواسيته حين بخلوا، وقمت معه حين قعدوا، وأسماك الله في كتابه صديقا، والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، يريد محمدا ويريدك، وكنت والله للإسلام حصنا وعلى الكافرين عذابا، لم تقلل حجتك ولم تضعف بصيرتك ولم تجبن نفسك، وكنت كالجبل الذي لا تحركه العواصف، كنت كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا في بدنك، قويا في أمر الله، متواضعا في نفسك، عظيما عند الله، جليلا في الأرض، كبيرا عند المؤمنين، ولم يكن لأحد عندك مطمع ولا لأحد عندك هوادة، القوي عندك ضعيف حتى تأخذ الحق منه، والضعيف عندك قوي حتى تأخذ الحق له، فلا حرمنا الله أجرك ولا أضلنا بعدك. رضي الله عن أمير المؤمنين علي وعن خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر الصديق وعن القرني والمشاهدين الكرام. أريد كلمة، أولا أشكرك على حسن العرض وعرض هذا الكلام الجميل لعلي، وأنا قلت لك هو يصنع العبارة وصاحب الجملة، وتتوقف الكلمات عند علي بلاغة وفصاحة رضي الله عنه، وهذا مشهود له حتى شعر ونثر، ترى يوم صفون يقول أي يومية من الموت أفر، يوم لا يقدر أم يوم قدر، يوم لا يقدر لا أرهبه، وإذا ما جاء لا يقول الحذر، وهو يوم خيبر يقول لن مرحب بطل اليهود، يقول أنا الذي سميت لمي مرحب، شاك السلاح بطل مجرب، إذا الحروب أقبلت تلهب، فخرج علي قال أنا الذي سميت لمي حيدرة، لأن حيدر الأسد، كليث غابات كريه المنظر، أكيلكم بالسيف كالسندر، حسبك بكلماتي وفصاحتي. لكن أقول والله الذي نشهد الله عليه سبحانه وتعالى أنه هو أبو بكر صلى خلف الرسول الله عليه وسلم، وتعانق وتحاب وتوادى، وحضر الجهاد سويا، وحج سويا، واعتمر سويا، وصام سويا، ومات هذا وهذا، وهما كل أحد عن الآخر راض، فلماذا نحن بعد 14 سنة حتى يقول يحب معين تفتعلون خصومة عن أناس قد وضعوا رحالهم من 200 سنة في الجنة؟ أنا هم دخلوا الجنة، لكن نحن الآن نأخذ ذنوب علينا على أكتافنا، نحن كانوا متصافين وتحابين وذهبوا إلى الله سبحانه وتعالى في الفردوس الأعلى، لكن شوف المصيبة علينا كأمة، شوف عصر الانحطاط، شوف الغثائية التي تعيشها الأمة الآن، أخذنا نفتعل الأقاويل والتحزبات، كان في أحزاب سياسية وكان بعضهم ولا في ما في عصابات، وكان بعضهم يريد ينقض على بعض وبعضهم خان بعض، ما كان إلا الصفاء والمحبة. أنا قلت إذا ما نفذ أبو بكر وعلي آية المودة، آية المحبة، واعتصموا بحبل الله جميعا، هذا التاريخ قرأناه، ما قرأنا الحب. أنا أقرأ كلام علي في كهذا وغيره في أبي بكر أبكي، وقرأ كلام أبي بكر في أجمل من هالكلام، أجمل من هذا الكلام، لماذا نأتي الآن؟ قال لا، هذا إن كان جاء كلام، شوف العروف في الدين، شوف التزوير للتاريخ، إن كان جاء كلام في حب ومودة واتصال واعتصام، قالوا لا هذا خطأ ما يصلح، وإن كان جاء كلام في غدر وبغض وكراهية، قال لا صحيح هذا ثابت. الواجب أن نوهن ذاك وأن نلتمس أعذار لذاك وأن نصحح حتى هذا. الواجب إذا تقول أن ننشر ثقافة المحبة، نعم. المحبة التي اجتمع عليها الناس هؤلاء الناس من قبل، صح. والتي نحتاجها اليوم أشد الحاجة، صح. فقد مللنا وكرهنا ودارت حياتنا كلها من خطاب الكراهية وثقافة الكراهية، صح. من خطاب الحقد وثقافة الحقد، فإلى متى؟ إلى متى؟ لكن إذا فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. طيب، أردنا إلى الله، إلى كتابه، إلى رسوله، إلى سنة صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وأتباعه بالحق إلى يوم الدين. أخت محمد مرحبا بك كما هي العادة من أمس، كل مشاهد أعطيه الكلمة، رجاء اسمعوني يا أخوان وأخوات من التليفون وتوسط التلفزيون إذا أنتم جنب التلفزيون، أو اطلعوا برا إذا أنتم على جوال حتى ما تشوشوا على آخرين، وتكلموا دغري مباشرة حتى نوفر الوقت. أهلا بك يا أخت محمد. هاشمي وأحييك وأحيي ضيفك الكريم. الله يحييك يا أختي. بس أريد إجابة صريحة رجاء، يعني عنوان قناتك هي قناة مستقلة وديمقراطية، وإحنا هاي القناة كلش نقدرها ونحترمها، فيا ريت تجاوبني جواب صريح. بعثنا عشرات الفاكسات إلى أن يحضر شخص ثاني
إلى جانب الشيخ حتى تكون عدالة بالموضوع، وما لقينا أي جواب لحد الآن. جاوبت امبارح ولكنك يا أم محمد، يا أم محمد بارك الله لك في محمد وجعله إن شاء الله من أعلام الزمان دينا وخلقا وتقوى، وإن شاء الله يكون هو قائد مركبة المسلمين إلى المريخ كده، ولا يصنع أول طيارة تمشي من أستراليا لنيويورك في ساعة ونص بدل 43 ساعة دي بتاع طورت علينا الرحلات، حتى من لندن لعندكم 6 ساعات ونص. اسمع يا محمد، ذكرت امبارح دعيت السيد محمد الحسيني القزويني في قم من علماءها من مجتهديها من مدرسيها، وشرحت أسباب اعتذاره لأنه طلب مني ورقة مكتوبة على الدعوة. وعلى كل حال حتى وتأخر السيد محمد إن شاء الله، يعني أنت عارفة اليوم وبكرة وبعد بكرة حتلاقي في المستقلة، إذا أنت تأخذ إخوان شيعة هذه المحطة ما حطتهم، حتى قيل هذه أول، اسمعني بس، حتى قيل أول محطة شيعية في العالم هي المستقلة، لأن 90% من ضيوفها في البرامج السياسية والفكرية والفنية اللي عملت لي مشاكل مع بعض الناس كلهم شيعة، فنحن ما عندنا هذه الفروق. وانت بس اسمعي حجة الأخ عايض بما أنه جانا من السعودية، وتفاعلي مع كلامه قبولا ولا ردا، مهم بالحجة، ودائما إن شاء الله تشوفيه قبله هو شفتي شيعة وبعده بتشوفي شيعة أيضا، وإخوان لعل هذا الكلام يرد الناس إلى بعضهم ردا جميلا. كلمة نعم. تقول أم محمد أنا جيت اليوم، أنا جيت في هذه الحلقات وبين موقف أهل السنة الذين أعتقد وندين الله به، ما جيت أسب أحد حتى يكون أمامي رجل يخالف. وبعدين فات حمتى الاتصال الآن على قناتك من أي مكان سواء من سني أو شيعي يداخل ويعترض وأجيبه، فأنا جيت أكلمكم بالعقيدة اللي عندنا نعتقد نحن في أهل البيت، ماذا نعتقد نحن؟ أتريدون تكلفوني كلام ليس عندنا وتظني باتي بشيء جديد؟ نحن أتيت أخبركم أن نحب أهل البيت ونتولاهم ونقدرهم، ولكن في نفس الوقت نقدر ونحب الصحابة، وهذا كررته كثيرا. طيب هو أنا افتكرت أم محمد راح تشكرك تقول لك يعني بارك الله فيك لقد تبين لها أنك يعني من محبي أهل البيت إذا كان عندها ظن آخر، ولكن عندها ملاحظة سجلتها وجاوبتك عليها وأمس جاوبت عليها بالتفصيل. عاوز أخذ مكالمتين قبل نهاية البرنامج بسرعة، وإذا حصلت وقت فلي أكثر. أبو ميلان في الدنمارك تفضل. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا كردي لم يعني أتحسن لغة العربية، بس عندي مداخلتين أريد أن على فضيلة الشيخ القرن جزاه الله خيرا أن يتعلق عليها. أنا عندي صديق هناك بالدنمارك هو شيعي، لما صار انفجار كربلاء قال يعني عندنا نقاش نتناقش احنا كل يوم، قلت له وهو قال لما الناس يحجون للكربلاء يا أخي القضية أكبر من أهل البيت، والقضية هي مو قضية الشيعة ولا السني، القضية إن هم يقدسون الأماكن اللي الذي الله لا يرضى عليه. الله سبحانه وتعالى يذكر في القرآن الكريم إن الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة وما فوقها. سمع. الله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن الكريم أماكن مقدسة، مثلا عندك سيناء، عندك جبل طور، عندك مكة. بس يا أخي هذا أكبر من هذا البرنامج اللي أنتم تتكلمون عليها، والله العظيم انا قلبي يبكي دم على 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 المسلمين لما اشوفهم هيجي اخواني قبلة واحده، شنو هذا المشاكل يا على أخي؟ كل حال انت طبعا لانك حتى هون عليك اول حاجه حتى هون عليك انت لانك حضرتك كردي طبعا، انت الاكراد كل ما تكلم واحد عربي. شوف يا اخي العزيز، نعم ابو ميلان، نعم انا باعتباري عربي، نعم كل ما يكلمني واحد كردي عندي نقطه ضعف، عندي نعم محبه قويه للاكراد بصراحه من حكايه صلاح الدين الايوبي، وانا شاعر برضو زي ما عندي دين علي كده للأكراد كلهم. فيعني بحب الأكراد وعزهم، ولذلك أنا يعني سعيد باتصالك، لكن أريد أنك تهون على نفسك بحاجة واحدة. أنت تتكلم لأنك من العراق حيث الأمور شوية عندك مخلطة يعني مختلطة وفيها يعني صراعات أمور، لكن أطمنك أنك أنت لو رحت موريتانيا ولو رحت المغرب ولو رحت الجزائر ولو رحت تونس ولو رحت ليبيا ولو رحت مصر ولو رحت السودان ولو رحت اليمن بشكل عام ولا رحت السعودية بشكل عام ولا رحت شو اسمها هي ماليزيا ولا رحت اندونيسيا، ما في الحكاية دي كلها، الناس كلها أطهر مكان لها مكة المكرمة وبعدها المدينة المنورة النبي صلى الله عليه وسلم وبعدها بيت المقدس وكلهم متفقين. ولكن يعني تعرف أنت بأغلبية ساحقة المسلمون يعني أكثر من مليار هم على الأصول هذه، وفي أقلية والإسلام يحترم التعددية والمسلمين يحترموا التعددية، اللي يدور حوار الآن هذا علمي
لعل الله بعد 50 سنة يخلي الجماعة كلهم يصبحوا شيء واحد. فأنت يعني لا تبتئس. المهم أنك إذا سمعت خبر أي تفجير تبرأ إلى الله من المفجرين ومن الإرهابيين ومن دعاة العنف والتكفير والتفجير، لأن اللي فجر ناس ماشيين لكربلاء ولا ماشيين لأي مكان في الدنيا يرتكب جريمة بشعة لا يبردها لا دين ولا خلق ولا منهج. أشكرك على اتصالك. أبو دمان في سويسرا تفضل ومرحب بيك، وباختصار عشان الوقت ضغط خالص. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. يا رب أصابك شوية، خلينا في الجو التالي كده. خلاص يا دكتور فضل، إذا هذا مو مشكلة حياك الله. عموما أنا أريد أعتذر للشيخنا عايض لأنه في مداخلة في أول حلقة قد أوحت بأننا نتداخل غير مراعين لقيمة شيخنا عايض وعلمه ومنهجيته، والله يعلم أننا لو كانت المسألة شرعية ما تدخلنا بهذا الشكل، ولكن هي مسألة حوارية يا دكتور، وإحنا تعارفنا على أنه الأمر بيننا وبينكم وبين ضيفكم، وأنا أخوك لولا أني عندي خبرة بهذا الموضوع 10 سنوات وأحاور هؤلاء الناس تقريبا على الأقل 4 ساعات في اليوم إلى 8 إلى 10 ساعات ومحيط، وأريد أن أسهم بحرقة حب هذا الإسلام في هذا الموضوع. فليطمن من لاحظ هذا الملاحظة أن لم نتعدى على شيوخنا ونعزهم ونجلهم، ولكن نتداخل لنسهم في هذا الحوار. ثانيا يا أخي الكريم، ما أعرف لي الأخ يلح علي أنه المخرج يقول أنه هذه الحلقات تنقل عندنا في الانترنت على الأقل ما لا يقل عن 1000 بشر يتابع هذه الحلقات الآن على الانترنت، والأخ يقول أن الصوت عندهم يعني غليظ بالنسبة لنا احنا المتداخلين جيد بس الصوت ثاني، فأرجو أن تراعوا هذا لأنه الأخوة مهتمين وكثير منهم ليس عند التلفزيون فيتابع عن طريق هذا الأمر. المسألة الأخرى يا أخي الكريم، أنا أريد على شيخنا الكريم بارك الله فيه بعلمه وبحلمه وأشكر له هذا الأسلوب الهادئ الرائع جدا، لكن أن يضع بجانب ذلك أن هناك بعض النقاط يا شيخي عايض لابد من توضيحها، لأن كثير من الناس يلعبون على هذا الأمر. القضية الأولى يا شيخي عايض، نحن كأهل السنة في الحقيقة أنا أستاء لما أرى أحد شيوخنا يحاول أن يصر على أن يبين أننا لا نسب أهل البيت، والحقيقة لا يجب أن يطرح هذا الموضوع أبدا، لأنه لو وجد هذا على مر التاريخ لوجدت أن ذلك كما هو في الطرف الآخر اللعن لصحابة رسول الله موجود وقائم، لأنها ثقافة مبنية يوما. المسألة الثانية أن هناك من يريد أن يخلط هذا الأمر بين وهابية وبين أهل السنة والجماعة ومش عارف شو، وهي الحقيقة لعبة خبيثة جدا يراد بها ضرب صفوف المسلمين، ولا أدل على ذلك لمن يقولون بهذا الأمر. واضح عندما تطعن في أبا بكر، أبا بكر لم يكن وهابي، عندما تطعن في ابن تيمية، ابن تيمية لم يكن وهابي. فلنتحدث بصراحة، فلنصارح بعضنا يا إخواني، إن كان عندكم عقيدة ابسطوها على هذا الميدان ونتحاور فيها. المسألة الأخرى يا أخي الكريم، يا أخي الهاشمي، أنت تترجى أنت وشيخنا عايض أن لا يطعنوا في صحابة رسول الله، نحن لا نقول هذا، نقول فقط يا إخواني تتبعوا ما قال علي بن أبي طالب في صحابة رسول الله، إن كان طعنا فأتونا بدليل واضح بين أنكم تتبعون آل بيت رسول الله في هذا الطعن، وإن كان مدحا فنحن نأتيكم من أمهات الكتب المعتمدة على أنه لم يطعن أبدا علي بن أبي طالب وآل بيته في صحابة رسول الله ولا في إمامتهم ولا في شيء من هذا الأمور. فيا دكتور المسألة مبنية، وأنا أقول لك ليش أنت سبق، لأنه يا دكتور الهاشمي لسنا نحن الأوائل الذين نطرح هذا الحوار للتقارب، فقبلنا لو أقرأ لك ماذا قال دكتورنا مصطفى السباعي على الأقل. يا أخي أنت عندما تقف أمام نص موجود عند السيد نعمة الله الجزائر يقول قال إنا لا نجتمع معهم أي مع السنة لا على إله ولا على نبي ولا على إمام، وذلك أنهم يقولون أن ربهم هو الذي كان محمد نبيه وخليفته من بعده أبو بكر، ونحن لا نقول بهذا الرب ولا بذاك النبي، بل نقول أن الرب الذي خليفته نبيه أبو بكر ليس بربنا ولا ذلك النبي نبينا. الأنوار النعمانية المجلد 2 الصفحة 278. ولكن يا أبا بنان، يا الوقت تقريبا انتهى، يا أبا بنان، لو أن متطرفا يعني كتب كلاما مثل هذا، هذا لا يلزم الناس اليوم، لا
لا يلزم لحظة يا اخي ارجوك قف وقفات سمعنا منك واشكرك على اسلوبك لكن اسمع يا اخي ارجوك دقيقه لحظه اما قولك يا اخي تنبه علينا ان نطلب منهم الا يسبوا يا اخي نسبوا الينا وهذا احد المشايخ كتابهم موجود جلس مع بعض دعاء في الشيعة اسمه الشيخ فضيلة الشيخ صالح بن عبد الله الدرويش القاضي بالمحكمة الكبرى بالقطيف يقول انكم نواصب يقول عنا نواصب ومكتوب في الكتب ان نسب اهل البيت لا بد ان نبين الحق في ذلك. الامر الثاني كيف تقول لا يطعن بل نطالب الرسول صلى الله عليه وسلم كما طالب في القرابة صح في الحديث الله الله في اصحابي كما قال في اهل بيتي قال في اصحابي فنقول لهم مثل ما يطالبون في القرابة ونحن نعمل بذلك الله الله في اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وثم إن في بعض الكلمات يا أخي أبو ميلان أنا وددت أني وقفت وقفة معه أشكره الكردي صلاح الدين شافعي وكان يقرأ موطأ مالك قبل الغزو حتى في حطين قرأ مالك وكان يترضى عن الصحابة في كل مكان. فقصدي لماذا ما ننشر الأكراد في العراق مع السنة والشيعة لماذا ما ننشر ثقافة حب أهل البيت وحب الصحابة وننظر صلاح الدين الأيوبي أو المدرسة نحيها مدرسة صلاح الدين الأيوبي هو الإخوان صلاح الدين الأخ اللي يتكلم عنه الأخ أبو ميلان أرض ما يحبوا صلاح الدين ما دي المشكلة حتى نحاول اللي تعمل فيه أنت في البرنامج وللحوار الصريح يحب من أجل إذا ما حب صلاح الدين هو لا هو يحب صلاح الدين بس هو صديق والأخ العراقي اللي معاه يعني يعني الإخوة الشيعة بشكل عام لا يحبون صلاح الدين الأيوبي تعرف في مشكلة فنحن الآن مدرسة الحوار الصريح لو ربنا يسر جابت إن شاء الله ثمرتها بعد سنين إن شاء الله مش طويلة نرجع على المعاني هذه اللي نحكي عنها كلها معاني الأساسية في الإسلام فلعل الأمور تتقارب لكن تتقارب بالصراحة وبالوضوح وباحترام حق الاختلاف وبالاستماع لكل الآراء وأيضا الإنسان يتقبل إذا وجد الحق عند غيره ينبغي أن لا يكابر ويعاند. وأخي أبو بنان أشكرك على اتصالك وأشرت إلى مجموعة من نقاط ومن نصوص متصل بي على خط الشيخ عبد الرحمن دمشقية والأخ إبراهيم الشيخ دمشقية تفضل فعلا نحن في يعني الوقت الإضافي يقولوا للمباراة زي ما يحكون في البرنامج تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية لك الدكتور ولضيفك الشيخ الفاضل الشيخ عادل القرني حياكم الله شيخ عادل. حياكم الله الشيخ عبد الرحمن وأهلا وسهلا ومرحبا بك. جزاك الله خير. في عندي بس بعض الخطرات لعل الوقت يسعفنا او تعطيني غدا ولو دقائق. جرب جرب توكل الله توكل الله ابدا بها تفضل. طيب اولا نقول بارك الله فيكم نحن الذين خلصنا الاسلام من النواصب اعداء اهل البيت وهم الخوارج نحن الذين قضينا عليهم فصارت التهمة فينا كلفتنا حروبنا مع الخوارج عشرات الاف المسلمين من القتلى في الوقت الذي كان فيه الآخرون يلبسون كساء أهل البيت ويأكلون الأخماس. بالنسبة لحديث الثقلين إذا كان حديث الثقلين يفيد الاقتداء بأهل البيت فأنا أدعو إلى الاقتداء بأهل البيت الذين بايعوا عمرا وزوجوه وأسموا أبناءه باسمه لأن هذه ثلاثة الأمور الثلاثة دكتور إذا اجتمعت نفت أي تقية من الشجاع علي ونفت أي عداوة بينه وبين أبي بكر ثاني الاثنين وبينه وبين عمر الذي أعز الله به الإسلام. لكن حديث الثقلين يراد منا أن نفهمه بفهم آخر وهو أن العترة هم المصدر الثاني بعد القرآن لأننا كلما قلنا لهم كتاب الله وسنتي قالوا لا صححوا كتاب الله وعترتي ليس وسنتي. ولكن نسأل هل العترة هم مصدر مستقل أم أنهم يتبعون سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا شك أنه لا بد لهم أن يقولوا أنهم كانوا يتبعون سنة النبي صلى الله عليه وسلم فنقول رجعنا إلى السنة فما لكم تعاندون. لكن يقولون هم الأدرى بالسنة يقولون نعم. يقولون إنهم هم الأدرى بالسنة لأنهم توارثوها علما يعني منقولا من النبي صلى الله عليه وسلم يقولون للإمام علي لسيدنا الحسن لسيدنا الحسين والصحابة لو يرون أن العترة هم الأوثق. على كل حال إذا كانوا هم يقولون أنهم هم الأفهم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم فليصححوا رواياتهم عنهم لأنه نحن طالبناهم برواية صحيحة عن أهل البيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فكيف هم يقولون هذا وهم ليس عندهم ولا رواية صحيحة. هذه واحدة. الثاني بارك الله فيك الشيخ العايد دائما يقول نقول لعنة الله والملائكة والناس أجمعين على من قتل
الحسين رضي الله عنه أو شارك أو أمر إلى آخره. نريد أن نضيف على هذا قيدا بسيطا، وهو أن نقول لعنة الله على من خانوا الحسين وغدروا به وبيعته في أعناقهم وزعموا أنهم أنصاره واعترفوا بذلك في كتبهم. ثم بالنسبة لقولي للحديث عفوا لقوله تعالى بلغ ما أنزل إليك من ربك، هذه ما نزلت في غديركم، هذه نزلت في المدينة، نزلت في المدينة. والنبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه الآية لم يعد يتخذ حراسا كما ثبت بالإسناد الصحيح. بالنسبة لقول عمر للراعي قل أخذ الذئب شاة منها، أنا ما كان ودي أن تروى لأنه ليس لها إسناد وليست بصحيحة، وقد يكون فيها شيء من الكلام في حق عمر رضي الله عنه. وكذلك هو يختبر الراعي شيخ عبد الرحمن. نعم، أحاديث السير كلها كما ترى مثل هذا، وكما قال أحمد هو يختبر الراعي. وأنا أشكرك صراحة على مواقفك ومتعريفاتك يا شيخ عبد الرحمن، ومقام الصدق لك في هذا أحمد المسكية. اي هو ابن المسكية انت تتحدث عنه وانت شكرته. شكرته لكن لك. هذا اللي سمعته من عند المخرج يعني ان وقت البرنامج انتهى، فلك الشكر على مشاركتك اليوم. شكرا عنك ولا شيخ عبد الرحمن والاخوان المتصلين، ونواصل غدا باذن الله تعالى. حتى ذلك الحين مشاهدي الاعزاء اينما كنتم